يعتبر حاله انه هو كليرفوينت، يعني هو وسيط، وجرب يجمع بين العالم الروحي والعالم العلمي. حس الماديه دخلت الى المسيحيه نفسها. نحن حكينا بالماديه قبل، وهلق ما نرجع حكينا قبل عن رد نيتشه على الماديه ومنفوت برده هو على الماديه، كيف تعمقت في المسيحيه نفسها. هو يعتبر المسيحيه نفسها اليوم بغالبيه المسيحيين من عدد النصريين وغيرهم، غالبيه المسيحيين اليوم ماديين ولا يعرفون شيء بالمسيحيه، وصارت معاييرهم ومفاهيمهم جدا تافهه. لكن رودولف شتاينر كيف يعني كيف بلش؟ هلق منفوت بالموضوع. هو كتب بين سطور مدام بلافاتسكي، والبعض يقول هو انقذها للمدام بلافاتسكي، لانه يعني مدام بلافاتسكي اعتبر قدمت لك دراسه باطنيه للصف الخامس او السادس او السابع بالمدرسه، هو اعطى دراسه باطنيه توصل للجامعه، يعني اعطاك فلسفه معقده جدا لكن مبنيه على الثيوسوفيا، وهلق ما نفس في كثير مفاهيم مشتركه بين الثيوسوفيا والانثروبوسوفيا او الانثروبوسوفي منفوت فيها. لكن عندهم اختلاف نوعا ما جذري، لكن كمان هون ما نكون منصفين. هو فعلا هي مدام بلافاتسكي حكت بالاعراق المختلفه، وهو لنقول الحق رودولف شتاينر في بداياته حكي كلام عنصري وعرقي، يعني يعتبر مثلا اليابانيين والصينيين هم احفاد الاتلانتيين، والاريانز غير متطورين اكثر او شيء هيك. عنده كتابات هيك بيحكي عن الزنجي الاسود انه قريب للغريزه اكثر من الابيض، عنده هيك كتابات. لكن هو بمرحله من حياته رفض النظريه العرقيه، اعتبر انه كلنا فعليا بوست اتلانتيين، ما بعد الاتلانتيين، وقريبين لبعض، واعتبر حتى بالمرحله اللي نحن فيها الان ما في حتى اعراق، لكن سوف تظهر الاعراق في المستقبل في الدورات الجايه، وهلق نحكي اكثر نتعمق اكثر شو قصده بالدورات الجايه. وفي اختلاف جذري بينه وبين مدام بلافاتسكي اللي حكينا عنها في مجلس سابق مع المشايخ الكرام. هي كانت اذا بتتذكروا بكتبها بتقول لا، ما تدرسوا العلوم الباطنيه لحالكم، دائما درسوها مع جماعه، لانه الانسان لوحده ما في يوصل لهذه الاسرار ومشي. هو بيخلفها الامر، هو بيقول لك لا، يجب الوصول الى المعرفه الباطنيه يجب ان يكون مسعى فردي. وهلق بنشوف لاي في لها بعد هي كبير على فكره. لكن في عنده هو معهد او مدرسه، وصار في عنده كذا معاهد، في منها بتورونتو، في منها بسويسرا وغيرها، بتعلمك العلوم الروحيه بطريقه داخلها الفن. يعني بيقول له للتلميذ مثلا تصور الجسم الاثيري، او تصور الجسم الاثيري عنده مش الجسم القمري، يعني الجسم الاثيري عنده مش الاسترال بودي، الجسم الاثيري عنده هو جسم النباتي للانسان، وهلق نشرح شو جسم النباتي للانسان. وجسم القمر عنده هو الاورا من القمر الاسترال بودي. كمان بيقول له مثلا التلميذ تصور شو هو الاسترال بودي لهالشغله وارسمها مثلا. هو بيعتقد انه الارض الى استرال بودي، الحجر الى استرال بودي، والانسان الى استرال بودي، لكن في حلقات سبعه متكرره، سبعه متكرره، هلق مفوت بالحلقات، في سلايدات مخصصه لكل الامر عم بحكي فيها لك سريعا يعني. طيب فهون ما نفهم بس، ويعتقد وهي ما نحكي فيها بالحلقه القادمه بالمجلس القادم، انه اثنيناتهم هو ومدام بلافاتسكي مأثرين في الروزيكروشنز. والروزيكروشنز او ما يعرف في الانجيليين الصامتين فرقه باطنيه مهمه جدا، اكثر اسرارها وعلمها بالكيمياء. وراح تكون حلقه صعبه القادمه، لانه انا راح ترجم كتاب مشفر للروزيكروشنز او ينسب لهم، اللي هو للساحر جون دي. لكن يعتقد انه في ماستر ام او المعلم ميم هو روزيكروشن، هو مؤثر ببلافاتسكي وهو مؤثر برودولف شتاينر. هذا راح ندخل معه في الحلقات السابقه. طيب في الحلقات القادمه قصدي. طيب فهون الافكار اللي ذكرتها، لكن في فكره مهمه انا ما ذكرتها وهي الاخيره، هي الاخر اثنين، الفرق بين الانثروبوسوفيا والثيوسوفيا. لهيك انا كتبت، انا ما بكتب عاده النقاط بس هون كتبته انه عرفت رح انسى. مدام بلافاتسكي الخلاصه شو كانت بحلقتنا عن مدام بلافاتسكي؟ انه
جربت تجيب الدين البوذي الشمالي التبت الصحيح من دون اذا بدكم الالاعيب الظاهره اللي بيلعبوها البوذيين ليخبوا العقيده السريه. فهي جابت الذلال، هي حسب قولها جابت الصفي الحقيقي من الدين البوذي وتركت الباقي. هو جرب يعمل نفس الشيء مع المسيحيه. يعني مدام بلافاسكي ما موقفها من المسيح غير موقفه هو. زلمه مثلا قبل هاي، هو الزلمه فعلا يقول انه المسيح يعني الكلمه واللوغوس وسان سبيريت روح الشمس والسان هيرو. هلك ندخل شو معنات السان هيرو، انه هي درجه باطنيه على فكره. فهو كمان جرب يجيب الدلاله المسيحي مش البوذي. هو جرب يقول لا، انه المسيحيه وفي انجيل يوحنا هناك اسرار، والمسيحيه اكلتها الماديه فلم تعد تعرف ما هو دينها. هذا فكره. فكيف بلش اخونا شو اسمه، كيف بلش اخونا شتاينر؟ هو في فيلسوف الماني كمان عنده اعمال بالرياضيات والفيزياء، وهو جوتي. فهو كان عم بيطلع له على اعماله لجوتي، فهو لاحظ انه عنده كتاب جوتي على الهامش محل معبره، هو الفيري تيل اوف ذا جرين سنيك اند ذا بيوتيفول ليلي. شاف طيب شو التفاسير لهذا الكتاب، لقيها تفاسير جدا سخيفة وجدا مادية وقريبة المنظور مش بعيدة النظر. فبلش كتب أول كتاب له بينعد بالأوكلت أو بالباطنية، كان تفسير أكثر دقة أو صحيح لكتاب جوتين. ومن كتاب جوتين انتقل للكيميكال ويدينج، هو كتاب كريستيان روزنكروتس مؤسس الروزكروشنز، كمان كتاب مشفر يعني، كمان كتاب بياخد نهج خيالي يعني، بس فيه حقائق بالكيمياء والباطنية من وراء. فمن هون كانت بدايته. والملفت إذا أنا شفته، إذا أنا حطيت لكم مثل نص في عربي، جوتي تعلم عربي وتعمق بالأديان الباطنية العربية، وكريستيانو زنكلوتس على فكرة كمان عنده كتابات بالعربي وتعلم عربي. العربي جدا مهم لتتعمق بالأسرار الباطنية، وحتى الأوروبيين تعمقوا بالعربي. ولكن الأكثر شيء ملفت بكتاب جوتي هو مسألة الدم. وهلق ما ندخل نحن شو هي قدسية الدم في المسيحية. المسيحيين ما بيعرفوا شو أهمية الدم عندهم. دم مش بس شيء بيولوجي بالباطنية، دم في مزج معه مع الروحانية. وهلق بنشوف شو خص الدم بجسم النباتي، كله واصلين ليا. فهو مسألة الدم لقى بقصة الفيري تيل اوف ذا جرين سنيك اند ذا بيوتيفول ليلي، في البطل فيها بيعمل عقد مع الشيطان بيمضيه بالدم. شو كانت التفسيرات المسيحية المادية لهذا الأمر؟ قالوا والله انه ليش الشيطان بيطلب منك دم مثلا؟ قال انه هو الشيطان عدو البشر، فبيطلب منك دم ليزلك او ليستولي عليك. هالمعنى يعني، ما اخذوه في معنى روحي. اما هو شاف الدم لا، هذا عقد روحي والدم له اهميه كبيره، وهلك بنفوت عليها شوي شوي. طيب بعدنا مقدمات وعم، بس كل شيء عم قوله له سلايد يعني مخصصة له، ومنفوت بتعمق بالشرح اكثر. فهو كمان اخونا شتاينر كان فنان يعني، حتى لما يرسم لتلاميذه رسمه على البلاك بورد على اللوح، كان يعني كان تطلع معه رسمه فنيه. وكان الفن مهم جدا عنده يعني، حتى نظرته للاديان الباطنيه هلق بنشوف سرياليه نوعا ما، فيها فن فيها ابداع. كان مبدع جدا، عنده رسومات وكان ينحت، وهلق بنفرجي احد منحوتاته باخر السلايدات باخر الحلقه. كان جدا موهوب، وهالنظره نظره وحب الفن عنده خلاه يشك في الماديه. ونيتشه نفس الشيء. نيتشه ما كان فنان بس كان يكتب شعر، واكثر كتاب بشك فيه بالماديه هو اي كتاب اسمه ذا جاي ساينس. وليش اسمه ذا جاي ساينس؟ جاي مش مثل خلف يوسف يعني، لا مش جاي، لا جاي يعني لا، لانه كان كتاب اكثر شيء بيكون فيه نيتشه سعيد يعني. كان عم يحكي عن العلوم وينتقد الماديه، وبين صفحات الكتاب يكتب شعر. فهذا عامل الفني جدا مهم للتغلب على المادية. وهلق ندخل
بهذا الامر اكثر شوي. طيب، فحكينا عن المعاهد والجامعات تبعه، هذه عملها بسويسرا، اذا بتلاحظوا فيها شكل هندسي وفني جدا، هو مصممها، فكان فنان جدا يعني، وعنده ابداع جدا بالفن. وهلق نحكي اكثر بهذا الموضوع، بس بهالمعاهد والجامعات يعني اذا بدكم مثل هوجورتس، يعني بيروحوا يتعلموا سحر، بس مش بمعنى السحر تبع هاري بوتر، يعني في مراحل ثلاثة، هني preparation, enlightenment, initiation، تحضير، بعدين تنوير، وبعدين الدخول إلى الدين. والدخول إلى الدين بيكون عبر درجات. ومثلا أعطيكم مثال، مثلا بيشوفوا بال preparation، بالتحضير، بيصير يفرجيك مثلا كيف الأمور بتهترق، كيف ورقة الشجر بتيبس، كيف الفارة بتموت، كيف كل هالاشياء. بفرجيك الطاقه بالبذره، كيف البذره انت لو بتكمسها بايدك ما فيك تعملها نبته، بس لما تحطها بالتراب مثل بيجيها طاقه وبتفرغ. هالاشياء بتعمقوا فيها. بعدين بالانلايتمنت بتصير بيعطيك فكره انت بتنام عليها وبتجي، مثل بالماسونيه، يعني بيعطيك درس وفكره انت بتنام عليها وبتجي وبتخلق شيء، بيقول لك رسوم رسمي، رسوم كيف شايف الاورا تبع هالشخص، انت بترسم هذا الاورا. فهالانيشيشن نحكي ما ما نحكي فيه اكثر بالاخر، بس باختصار بتصير انت لتخترق، انت بفلسفه الشيخ بني وهاي الفلسفه الباطنيه يعني اللي عندنا اياها بالعربي، بيقول لك انه في جدار وانت بتخرق وبتفوت عالم الارواح، حتى بالكبالة. هو لا، هو بيقول لك انت عندك جسم قمري الاسترال بادي، وهو صوفيا العذراء. وهلق ندخل شو معنات صوفيا العذراء. هي انت بتطوره، انت اليوم كانسان جسدك اتطور، لكن جسمك النباتي او الاثيري وجسمك القمري الاسترال بعد ما تطور كتير، انت بتطوره. ففعلا بصير كانه له دينه الجسم الاسترال، له عيون، لهيك بصير يتفاعل مع عالم الارواح. فعندهم الدرجه الثالثه انيشيشن، هو بيخلق كانه عم بيخلق مخلوق روحي، مع انه هو انت يعني، بس بتطور انت روحك بشكل انه تصير في مخلوق. وهلق ندخل بابعاد هالشيء وليش هالشيء بيصير، وشو كان الانسان على بعصر الليموريانز، ليموريا، قاره ليموريا، وهلق نحكي وين هي قاره ليموريا، وشو كان الانسان بالعصر الاتلانتي، وشو صار بعصر بعد الاتلانتي، مثل ما حكينا في الحلقه السابقه في المجلس السابق عن مدام بلافاتسكي، قلنا انه ما بعد العصر الأتلانتي خسر الإنسان عينه الأولى، ونحن نسميها العين الثالثة، فقد روحانيته. حسب تفسير بلافاتسكي كان بسبب تعبد الأحاليل والأشياء الجنسية والابتعاد عن الروحانية، هو عنده شوية تفسير يختلف. فما ندخل بكل هالأمور قريبا يعني، بس هلق منفوت برد نيتشه على المادية ومنكمل، بس إذا حدا عنده تعليق بس لنشوف التشات، وأخونا هامس إذا عندك تعليق. هو صراحة يا أخي أنا مستمتع معك يعني، وكل شيء قلته رائع وجميل، لكن إذا كان هناك تعليق، فمثلا أنت ذكرت أنه في تلك الديانة يعني يتم الأمر بالتدريج. أنا أتذكر مثلا لو قرأت أنت رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، هناك أيضا تدرج في طرح وعرض المعلومات، يعني ما بيدخل على طول في الأمور الأكثر باطنية، ما بيتوغل فيها، ولكن هو بيبدأ بعرض أمور في الطبيعيات، أمور في الرياضيات مثلا، حتى أمور عادية جدا، ولكن بعد هيك بيبدأ يتدرج في طرح المعارف السرية والباطنية. هذا نظام معروف عند أغلب الجماعات الباطنية، لأنه مش من السهل إنه تعطي الإنسان الصورة النهائية مرة واحدة، فعشان هيك بتتدرج معه في تلقي المعرفة. أما بالنسبة لموضوع مثلا، خلينا نقول ما وصفته أنت مثلا بالجسد القمري أو الجسد الأثيري، هو بصراحة مش جسد قمري، ولكن هم ربطوه بالقمر لأنه القمر هو المدار الأول الأقرب إلى الأرض يعني.
لا لا عنده لما عنده الإنسان هلا هلاك منفوط لم اكثر عنده لما هو عنده لما يعطيك الإنسان اسمعني الآن، لما الإنسان يمارس التأمل مثلا، بيجد إنه بعد فترة بصير يشعر إنه فقد إحساسه بجسده المادي، أو إنه بيتوسع، بيصير شعوره بنفسه إنه هو بيتوسع خارج حدود جسده الفيزيائي، إنه في إله وجود، في إله حضور خارج جسده الفيزيائي. هاي هي المقدمة لما يعرف بالخروج من الجسد، أو طرح الوعي خارج الجسد. الإنسان عنده القدرة على إنه ينقل الوعي، طاقة الوعي عنده، خارج حدود جسده الفيزيائي. طبعا لما ينقل الإنسان وعيه خارج جسده الفيزيائي، بيصير يستعمل قدراته النفسية اللي هي مثلا الرؤية خارج حدود الجسد الفيزيائي، والسماع خارج حدود الجسد الفيزيائي، ما يسمى بالاستبصار وغيرها من الأمور، بصير ممكن. طبعا هناك تمارين، هناك طرق يعني في المدارس السحرية لإنتاج هذه الظواهر. لكن الأمر مش إنه مثل ما بيعتقد البعض إنه الروح تخرج أو كذا. الروح مش يعني مستحيل يعني إنها هلا تخرج أو تيجي، ولكن الفكرة إنه الوعي هو اللي بينتقل. اوكي هلا عم نحكي عن المادية اللي انت عم بتقوله جاي بالسلايدات اللي بعدها. هلا نشرح التقسيم كيف كل شيء مرتبط ببعضه وكما فوق كما تحت، هلا بنفوت فيه. طيب فنحن مع المادية، نيتشه فعلا بيقول انا اشد اعداء المادية، مع انه هو عدمي، يعني هو عدمي لا يؤمن للحياة لا معنى لانه هي تعيد نفسها، عندك الـ eternal recurrence بسميه. لكن بيقول انا من اشد اعداء الماديين، وبينتقد الوقت الماديين الالمان. هلا يقال انه هو ميتافيزيقي مادي ممكن، لكن هو يعني اكيد مش الماديه الموجوده اليوم بالعلم اليوم. حتى هو بيتمسخر كيف عم يجربوا يقيموا الموسيقى حسب قياسها وحجمها وهيك، قال شو بقي من الموسيقى اذا بحطها بارقام؟ يعني عم يغسلوا الفن، وهون طابع الفن مهم جدا. بتفسير المادة للموسيقى بتفقد الموسيقى روحانيتها، بتفقد قيمتها. هذا كان ردهم، هذا كان رد نيتشه وحطيته هون، هذا حكينا عنه بالحلقة السابقة. أما كما ذكرت رودولف شتاينر بيقول لك المسيحية نفسها تعاني من المادية، كأنه المسيحي والملحد اتفقوا مع بعض. يعني قالوا الملحد للمسيحي العالم مادي وميت، قالوا إيه؟ قال له بس المسيحي شو قال له؟ قال له بس في الله عمل هالساعة الميكانيكية. طب بلكي اثنيناتهم غلط، بلكي العالم مش ميت، بلكي العالم مش ساعة ميكانيكية، بلكي العالم في روح، بلكي العالم فعلا سحري، مثل ما بيقول أوري بيركسون بكتابه Creative Evolution، التطور الخلاق. الكون كله موصول ببعضه وعم بيتطور بشكل مستدام، مثل ما البوذية تكلمنا، في نفس دائم، في تغير دائم. هل يعني لا المسيحي خلص موت كل الكون، هو المسلم موتوا كل الكون وحطوا الله براته، يعني دبوا الله على الرف، يعني صار عدم مفقود، يعني بيقعد بيصلي لربه بين حيطان اسمنت بالجامع، مش بيظهر على الطبيعه لانه هو مش شايفها للطبيعه عايشه. اما انت لما توصل للروحانيه بتصير تحس بالطبيعه اكثر، بتصير تحس بالجماليات، بتحس بالفن. الجمال مش تقول انه هي مخلوق ميكانيكي، جمال تشوف انه هذا مش ميكانيكي، هذا مخلوق في فن. طيب فهون هذا راي شتاينر، يعني انا عم بحكي بلساني ومش عم بحكي بلساني. طيب مثل ما قال هرمس، هلا رح نقول هو شتاينر بيشبه العالم المادي بالضفر. يعني انت مش معقول تلاقي ضفر هيك على الطريق، لا بس العالم بس بيشوف الضفر، بفكر كل العالم مادي، بس ما هذا الضفر موصول بإيد. الجسم النباتي الأثيري والجسم القمري الأسترالي نحن ما بنشوفهم بس هم موجودين، وهذا الضفر ما بينما لحاله، ما هو بده كل الجسم لينما، بس أنت بس بتشوف الضفر بالمادية، ما بتشوف ما وراء هذا. فلهيك هو بيعتبر إنه المادية ما بتحل لك، يعني بتلقي لك بعض أسرار الكون، تعمل لك طيارة ودبابة وكل هالأشياء، بس ما فيها تفوت بالفن وبالجماليات، وما فيها تفوت بأسرار الطبيعة كلها. هي فكر محدود بنظر شتاينر. طيب فهو جرب يجمع
هو قال طيب الروحانيات والتأمل والرؤية الروحية اللي كان عم يحكي عنها الشيخ هرمز صديقنا، طيب طيب ما أنت فيك بعالم الروحانيات تعمل هالتجارب، تخلي كذا شخص يتأمل وتجمع شو النقاط المشتركة بيناتهم وتجرب تحلل إذا هذا الرؤية مزبوطة أو هاي الرؤية من عندهم من بسبب تحيز ما أو بسبب ذاكرة أو بسبب شيء تاني. ومثل ما قالت مدام بلافاتسكي إنه طيب الميكروسكوب والناظور وهالاشياء اللي بيستعملوها بالعلم هذه صناعات بشريه ممكن تخطئ، بس هي بتعتقد وهي وشتاينر انه هاي الروحانيه تبعهم والتامل هو شيء قوي جدا، هنا بيعملوه كجماعات كبيره مش عم بيعملوا شخص واحد، عم بيعملوه يعتبر 1000 شخص، فهذا في اختراق للكون، هن هيك بيعتبروا. وهلق بنشوف ليش بيعتبروا هيك بجزئيه تطور الانسان، ويعني هلق نرجع للموريا والاتلانتيانز كثير مهمين هلق، لأن الإنسان فقد عينه الثالثة. يعني الإنسان قبل حسب شتاينر كان يضل نايم وكان جسمه، يعني كان جسمه الأسترالي اللي هو جزء منه، يعني مش جسم منفصل. ما هو هون ما في عند شتاينر ما في عندك مادي وروح، هو كله روح. المادي هي روح، لكن في اختلاف بهاي الجزئيات، يعني هي كلها موصولة ببعض، لكن أنت لا تفهمها هو بيقول لك هذا جسم اثيري مثلا. فهذا انت الانسان كان دائما نائم وكان جسمه الاثيري قادر يطلع الروحانيات. بعدين لما انفصل ولما تطور الانسان وانفصل عن العالم الروحي صار يقع اكثر ويشتغل بالارض اكثر. فلما يقع اكثر ويشتغل بالارض اكثر صار عنده عدم اتصال، تعمق بالماديه ونسى الروحانيه. فانت لا تذكر الروحانيه بدك توصل مثل يقظه النوم، لما انت تكون نعسان كثير وعم تفكر بالشيء وتغلب بيخترق الافكار، هل يقظة عنده في سر من وراها، وهلا بندخل اكثر واكثر من كل بلاش. طيب فكتبه كما ذكرت يعني كتب عديده، انا بدي اركز اكثر شيء على The Gospel of John، انجيل يوحنا تفسيره الباطني. هو هذا الكتاب مش كتاب، يعني هو محاضرات هو قيلها حكي وهن كاتبينها. هاي راح يكون له تركيز كبير بس بتاني نص من الحلقة، وما نركز كمان بهلق بأول جزء على كتاب كوزميك ميموري اللي هو بيحكي عن تطور الإنسان وتغير الكوكب الأرض نفسه والحلقات السبعة، كيف كل شيء بيتغير وكيف كل شيء بفوت بهالحلقة، كيف كل حتى كل ما تبلش بسلسلة جديدة من الحلقة بترجع على السبعة، بتمرق بالسبعة بتروح على الثالثة بتمرق بالسبعة، هاي كله ما نشرحه. والكتب الثانية متعلقة يعني بس ما رح نركز عليها كثير، رح مرق اشياء منها. نحن شوي حكينا هلق عن اهمية الدم، هي بالكتاب اوكلت اوف بلود هون، وبنحكي وكتاب بس كتاب تبع كتاب شرح الباطني لجوت حكيت فيه شوي بس ما بدي احكي عنه كثير، بنجرب نحكي عنه بالحلقة الروزيكروشنز يعني. فهذا اللي بنقوله هون. وذا جيتس اوف واما كتاب ذا جيتس اوف نولج وذا ابر وورلدز كمان ما رح نحكي عنهم كتير، ما رح نحكي عنهم بحلقات قادمة مجالس قادمة، بس هن كيف يعني بشكل هو ما بيقول هيك يعني بس بشكل مبسط انه كيف تخترق العوالم السبعة، يعني كيف توصل لعوالم الروحية وشو هن بتلاقي فيهم لهالكتب هن شو بيعملوا بمدارسه بمعاهده ليرتقوا روحيا، يعني هذا الجزء. طيب فنحن تركيزنا رح يكون تقريبا على كتابين بس، رح نختصر الكتابات هذيك ونجيب افكار منهم لانه كل شيء متعلق ببعضه بكتبه، يعني نفس الكتب تذكر نفس الاشياء. فنحن حكينا بمبدا سبعات في سبعات، خل نشرح اكثر هالمره. هو بيعتقد الارض مثل ما نحن شايفينها هلق، الارض مي وعشب ونبات، ما كانت دائما مي وعشب ونبات. الأرض فاتت في مراحل سبعة، نحن هلق بالمرحلة الرابعة. هي كانت مريخ بس مش المريخ اللي نحن شايفينه هلق، لا هو مراحل. كانت شمس بس مش الشمس اللي نحن شايفينها هلق، حتى الشمس اللي شايفينها هلق ما كانت دائما هيك، كانت شمس أثيرية، الشمس الأثيرية غير الشمس اليوم. كوكبنا بفوت بسبع مراحل، كل ما يفوت بمرحلة جديدة بيمرق بالحلقات السبعة جزئيا بأسرع ليل. وهكذا الإنسان بفوت بسبع مراحل، نحن اليوم بأي مرحلة؟ نحن قادمين على المرحلة الخامسة، يعني نحن بين الرابعة والخامسة كإنسان كأرض، نحن بالرابعة.
وبهالمراحل بتغير حتى المي. ايام لوموريا المي غير يومنا هلا، الهواء ايام لوموريا غير يومنا هلا، الغازات تقسيم غاز وغاز وصلب وهالاشياء، غاز وليكود وصلب، غاز وسائل وصلب، ما كانوا ايام لوموريا نفس الشيء. هو كل شيء خاضع للتغير. حلقات 7 وركزوا، شايفين ال A B C A B A C B C و A B C آخر مرحلة. مرحلة ال A B C لما يوصل الإنسان آخر مرحلة يوصل لمرحلة الآتما، اللي هو هذا من وين؟ من فلسفة الفيدانتا الهندية، وهي فلسفة نهاية الفيدس. الفيدانتا معناتها نهاية الفيدس. هذا هو الأوبرمان. يعني هلق نرجع الحلقة السابقة، حلقة نيتشه وعبير طه. لما يوصل الإنسان لهالمرحلة بيوصل للأوبرمان، بيوصل لمرحلة الأوبرمان. علق الإنسان بأي مرحلة؟ بالأي بي. وإذا بتشوفوا الأنواع حضرت لكم إياهم أنا، يعني بالنقل الفيزيكال بادي اللي هو الجسم المادي، اللي هي أول مرحلة هو المريخ. هو حسبه كان الإنسان وقتها إنسان معدن، لكن كان متصل بالكون. ما كان هو بيحبس حرارة مثل ما حكينا في الحلقة السابقة تبع مدام بلافاتسكي. ما كان الإنسان بيحبس حرارة، بس كانت الحرارة بداخله كانت مثل الشبح، بس ما كان يموت، كان نوعا ما مثل الشبح ما يموت يعني، وكان متكون من معدن واحد. بس المعادن كانت تختلف عن ما هي اليوم، دائما لازم نوضح هالشيء. هلا قام في مشكلة عنده، هو ما بيشرح لك تحديدا شو كانت، بيعطيك اكثر مثل بخليك انت تتخيل. يعني هو نوعا ما كما قلت فنان، يعني بيرسم لك الرسمه بس ما بيشرح لك كل تفاصيله. بعدين صار الانسان مثل النبته، بس هو مش نبته. يعني شو يعني مثل النبته؟ صار عنده مثل دم او مثل شغله تحفظ الحراره. يعني بطل معدن واحد بيعتمد على طاقه من برا، صار عنده هو بداخله شيء يحفظ الحراره، وهو الدم بيحفظ الحمامه الجسم. فصار مثل النبتة، ما في يتحرك، نبتة ما بتتحرك، بس فيها الساب، فيها هالسائل بالنبتة. هو جسم النبتة فعليا، هو بيعطيها الخصائص الحياتية معظمها، وهو هاي بيستقي من الشمس. وهو هذيك الوقت كانت شمس أثيرية، فكان الإنسان ياخذ من هذه الشمس. هلق السبيريتس اوف موشن، هلق نحكي عن المحركات، وهن الفوهات وهن القوات الأعلى، هن ليسوا آلهة لكن هم قوات أعلى، فمنهم يعتقدون أنهم آلهة. وهالقوات الأعلى هي بتأثر على الإنسان بهذه المراحل، لكن ما بدناش نفوت كثير بهالموضوع لأنه بتتعقد كثير. بس سبيرتس اوف موشن بيرجع بيعطوا الحركة للإنسان بالثالث بالقمر. هون بصير عنده جسم مثل ما القمر عنده جاذبية بزيح البحر. هون الإنسان بصير عنده حركة، وبصير عنده عقل باطني، أحلام يعني، وبصير عنده أعصاب. لكن وبصير عنده بصير مثل الحيوان يعني، بس مثل الجيليفيش يعني، مثل الحيوانات المائية البسيطة يعني. لكن ما ركز هون بالمرحلة الثانية، كان يعني كان هايبربورين شك. الثالث صار ليموين، بس بين أحلام ونوم تختلف. في بالمرحلة السابقة بالليمورين، ومن بعدها في أتلانتيا. بالليمورين كان يحلم، بس ما كان يختلق صور. الفكرة كان حلمه مثل ما واحد بينام هلق، ما كان نوم العميق. أما بالمرحلة القمرية صار عنده نوم عميق مثل ما قال هرمس، صار فيه تجلى نوعا ما، صار فيه تجلي بالنوم، صار مثل لوسيد دريمينج، أنت عم تحلم عم تتحكم بالحلم. هاي وصلها بهذيك المرحلة. هو بيفرق بين هالاثنين، لازم نوضح هالشيء. وبعدين بصير إنسان الأجمن، الوليد من البيضة القشري. هون الإنسان بوقت القمري، وقت ما كان لمورين، ما عنده جنسين وما عنده صلابة. يعني هو بيقارن بين عدم الصلابة وإنه أنت فيك تنجب حالك بحالك. يعني أنت ما مش محتاج لمرأة، وما في مرأة أساسا، كنا ما في رجال ومرأة، كان الإنسان بدون رجال ومرأة. بعدين تعلم الجنس الانسان مثل ما بتقول بمدام بلافاتسكي من الحيوانات، وصار يقسى، وصار بدل طاقته اللي كان يبذلها هو لينجب غيره، يعني من دون رجال ومراه، يعني الانجاب الذاتي، طاقه الانجاب الذاتي صار شو يعمل فيها الانسان؟ صار تروح لفكره ولعقله. فبالمرحله الرابعه هي الاتلانتيه، يعني الاتلانتيان، صار الانسان ينمى عنده العقل والمنطق. ف
بس صار يخسر من روحانيته، صار يتعمق ويغوص اكثر في عالم المال. والمرحله الخامسه نحن عم نفت لها، هي مرحله فيها روحانيات اكثر، هي عوده الى الروحانيات من الانا. لهيك طب خلينا نقول، طب شو مكونات الانسان؟ الجسم المادي المعدني، الجسم النباتي الاثيري الدم، يعني هو كل، يعني هو الدم مش الجسم الاثيري نفسه، بس ابرز اداه للجسم الاثيري هي الدم بالانسان. وابرز اداه للجسم القمري شو هي؟ هي الاعصاب والعقل الباطني بالانسان. وابرز اداه للمرحله الرابعه الاتلانتيه شو هي؟ هي العقل. شيء فيعني بهالمعنى، فشو مكونات الانسان الهلك الموجود هاي قدامكم؟ جسم معدني، جسم نباتي، جسم القمري الاسترالي، وجسم الارضي خلينا نسميه. فهمت كيف؟ هول الثلاثة. طيب شو اجى من بعدهم؟ شو اجى بالبوست اتلانتيان؟ شو هو المكون الثالث للانسان؟ الرابع، المكون الرابع للانسان هو الانا، الاي. لانه يعني الانسان القديم كان يعيش بقبائل ومجتمعات، ما يفكر بالمرأة، ما تفكر بحقوقها، والرجال ما يفكر بحقوقه، كان يعيشوا كقبائل. اجى وقت صار الانسان يقول انا، صار يحكي بالفرديه. فالمكون الفور فولد، المكون الرابع للانسان هو الانا. والخامس بيجي السبيريت سيلف، وبيجي غيره يعني اللايف سيلف والاتمان، اخر شيء هو الاوبرمان الانسان المثالي. لكن كما ذكرت الانسان بمراحل تطوره، هلا ما نحكي اكثر بالتطور وباللاموريا بس شوي شوي، يعني المواضيع معقده بدي الناس تفهمها. هو اصعب شيء تجرب تبسط الامور المعقده وتعطي الكاتب حقه من دون ما تغير بكلامه يعني. في سبع محركات بيأثروا على الإنسان بمراحل تطور ونمو. Spirits of will، انتبهوا الويل، الويل هذا مهم كثير عند مين؟ نيتشه. الإرادة. Spirits of will هم أول من هو هن أول هن الأول هن أول من أثر على الإنسان. لكن هن مش خالقين الحقيقيين للإنسان. خالق الحقيقي للإنسان هن Spirits of the Sun of the Twilight، آخر شيء هلك نحكي عنه شوي. وعلى فكرة هون في موضوع انا ما حطيته لانه معقد شوي، غير هول سبيريتس المحركات في ال 11 على المريخ اللي بيأثروا على الانسان، والبعض بيقول عنه ريبتيليانز وغيره، هو ما نحكي عنه بمحل سابق، نحن خلينا نبسط الامور. بس في غير هول القوة او الفهات بيأثروا على الانسان. فخلينا ندخل فيهم. طيب سبيريتس اوف ويل، سبيريتس اوف ويزدم اللي بيعطوه الحكمه، spirits of motion اللي عطوه الحركة، يعني لما كان مثل النبتة هن أول من عطوه الحركة spirits of motion، مع أنه هو بكل حلقة بيدخل بالسبعة جزئيا وبياخد شيء منه بكل مرحلة، بس في بمرحلة متقدمة يمكن spirit of motion بيأثر عليه أكتر فبيتحرك أكتر. هذه فلسفة شتاين. في spirits of form، هما نوقف عندهم spirits of form. مين spirits of form؟ هن الإلهين الستة بالشمس. واحد منهم راح على القمر وصار مثل فانوس ليعطي وعي للإنسان بعد، لأنه هو عنده بالشمس والقمر ما كانوا منفصلين عن الأرض من زمان، ما كان في حدود هالشايفينها، كان في غباش، كان في مادة وحدة. الشمس كانت مع الأرض، الشمس والقمر مع الأرض، بس ما كانت الشمس اللي بنعرفها هلأ وما كان القمر اللي بنعرفه هلأ. لكن لما صار في، لما الارض، لما الشمس زاحت عن الارض، افترقت عن الارض، واحد من الالهيم راح على القمر. وهو من هو؟ هو جهوذا، جهفه، وهو يهوه. هو يعتقد انه اله، لكن هو، وهو خالق يعني، او مش الخالق الوحيد، هو اذا بدكم اعطى لخلق الانسان، لكن هو ليس الوحيد. هو مفتر علينا، اعطانا وعي. هذا هو يهوي، ها هو إله اليهود حسب شتاين. هناك أكاد الغنوصيين والكثار بيعتبروا يهوي شيطان وخالق العالم المادي وشرير، هو لا، هو بيعتبروا الفانوس أو بيعتبروا ناقل النور مثل لوسيفر. والأبالسة هم تحت يهوي، الأبالسة هم مش أشرار بفلسفة شتاين. وهذه انتبهوا، هاي مش قبالة إبليسية، لا، هو يهوي مش عمله شيطان ليهوي. هو عنده ضد أهريمان، وهلق من فوق ليش ضد أهريمان. هو يعني هو مش كتير ضده لأهريمان، بس
هو مع انه نوازي بين لوسيفر واهريمان، بين النور والوعي من القمر وبين الماده اللي بيمثلها اهريمان. طيب لكن اهريمان كمان احد هذه القوى. طيب بعدين عندك سبيريتس اوف بيرسوناليتي، مثل ما حكينا، مثل ما بالفلسفه الوجوديه عند نيتشه وكيركيغارد، انه البيرسوناليتي والشخصيه ما بتحددها طبائع داخلنا، هي لها ابعاد كونيه. هو عنده سبيريتس اوف بيرسوناليتي، هي بتعطيك الشخصيه الفريده من نوعها فيك. وفي بس منين سبيريتس اوف بيرسوناليتي حسب التأويل المسيحي؟ هن السرافيم، سرافم. والسبيريتس اوف ذا سانز اوف فاير منين؟ هن تشيروبيم. وسبيريتس اوف ذا سانز اوف ذا توايلايت هن خالقين الانسان الاساسي، وهو مش رح نحكي عنهم كثير يعني، لكن هن اول من خلقوا يعني الانسان المعدن. فهو هو تصنيفاته للسبع محركات اللي حكينا عنهم بحلقه مدام بلافاتسكي، قلنا بحلقه مدام بلافاتسكي. في هن يعني هون ما فيك تحكي معهم وما لهم شخصيه، لكن هودي عوامل كونيه بياثروا على الانسان. وهو بيعتقد انه السحر والتنجيم وهي الاشياء انت فيك تفسرها كلها لو بتعرف كل عامل، يعني انت باي دوره مارق بهالسبعه، واي عامل عم بياثر فيك بهذه الدوره، وباي مرحله انت. وبيعتقدوا هن بالثيوسوفيا والانثروبوسوفي انه لما نخلص من حلق عصر برج الدار، ولما نفوت ببرج الحوت، بيصير في هنيك نوصل لمرحلة التشابك، وبيعتقدوا بننتقل للمرحلة السادسة بعد الخامسة في منهم يعني. لكن أنا مش عم بتبنى هالحكي يعني، أنا بس عم بحاول أوضح يعني. فهو كتير مهمين بهالمعنى. التنجيم حسب الأبراج بس، وهيك ما حدا بيقول شو عم بيعمل يعني، هو أكتر رابط. بس هون هو بجرب يعطيك إذا بدك شيء تجريبي فيك تجربه وأنت عم بتنجم. فلهيك المحركات كان مهم اذكرها، انه ما نحكي عن التنجيم في حلقات قادمه. طيب فحكينا عن تطور الارض والانسان يعني، تقريبا قلت كل الحكي، في اشياء ما قلتها بس يعني اعطيت صوره مبسطه للعمر. لكن في شيء ما ذكرته، هو شو صار نحن كلنا قلنا عرق بوست اتلانتي، بس ما نحن فتنا كمان داخل هالعرق البوست اتلانتي، فتنا بمراحل سبعه، بس هي مش مراحل عرقيه، مش أعراق سبعة، لا، هي مراحل تاريخية ثقافية. وهلق ندخل في... هلق بحكي لكم شوي عنها. هون تطور لك، أنا حطيتها شوي بالآخر، هلق بس لقدم شوي وأحكي لكم عنها. طيب هلق بنفوت بلوموريا وين تقع. طيب فنحن عندنا الأعراق السبعة اللي حكينا عنهم عند مدام بلافاتسكي بالثيوسوفي. عندك البولاريانز أو البولار ريس، هن الأول اللي هن كانوا معدنيين يعني، الانسان المعدن. بعدين عندك الهايبربوريان اللي هن اللي عندهم جسم نباتي. عندك الليموريان هن الثالثين. عندك الاتلانتيان هن جسم الارضي هن الرابعين، البلش يصير عندهم اجناس وذكر وانثى وسكس وما بعرف شو. وعندك البوست اتلانتيانز هن نحن. البوست اتلانتيانز هو قسمهم على مراحل تطور ثقافي تاريخي مش اعراق. عندك الانشنت انديان، الهندي القديم. الهندي القديم كان مش متعمق في الماديه، كان على اتصال مع ربه يعني، كان على اتصال مع عالم الروحي، مع انه فقد العين الثالثه، بس ضل عنده في التصوف وفي اليوغا. واذا بتقرأ كتاب بهاجاد فيتا، جوهر هالكتاب انه انت تنسى كل الملذات وتتصوف، تشتغل على اليوغا. فهذا يسمى انسان اليوغا او الهندي القديم، وضل في منهم ليومنا هذا على فكره، حلق نحكي عنه. هن الاسندد ماسترز يسمون، والاسياد هم هو الاسياد، حلق نحكي عنه اكثر. فعندك الانشنت بيرجن هو الفارس القديم، اللي هو ضل محافظ على روحانيته بس تعمق شوي بالماده، بلاش يتعمق بالماده شوي مش كثير. اجى من بعده العصر مصر القديم والشلدين والبابلوني البابلي وغيره. هودي صاروا فهموا عالم الروح والنجوم وارتباطه في عالم الروح، وصاروا يطبقوا هذه المعرفة على الأرض لدوافع سياسية وبناء حضارات ودول ومدن وما أعرف شو. فهودي تعمقوا أكثر بالمادية، ولاحظوا ما بيذكر اليهودية هون، الثيوسوفيا والأنثروبوسوفي معادية لليهودية شوي يعني، الثيوسوفيا معادية جدا، الأنثروبوسوفي
تاخد في المسيحيه، فعندها شويه قرابه من اليهوديه، بس ما بتحط اليهوديه فاصل اهو. دغري بنط هو شو على الجريكو لاتن، على العهد اليوناني اللاتيني، يعني عهد المسيحيه. بعهد المسيحيه صار في تغيير جذري. قبل المسيح صار في يعني، مع انه اليونانيين بيحكوك عن اليونانيين جربوا يفصلوا، عملوا عالم مادي وعالم روحي. هون بلش الفصل، قبل كان كله عالم روحي ايام الوثن، عملوا عالم مادي وعالم روحي، وصار في نزعه ماديه نوعا ما. يعني بيت المعبد اليوناني على فكره منوش كنيسه بتروح تصلي فيها، المعبد اليوناني كان يبنى على اساس انه الله تبع هذا المعبد موجود فيه. ففي غوص اكثر بالماديه عند الهو، يعني هي المرحله الرابعه. بعدين اجى المسيح. هلق قدوم المسيح فوتنا بمرحله الخامسه، او بالمرحله الرابعه بتطور النفس البشريه، وهي المرحله الخامسه باطار اخر هلق نحكي عنها. وهي مهمه جدا، وهلق نشرح ليش وشو دور المسيح العالمي المسيحيين ما بيشوفوه، وهذا عمق الباطن المسيحي هلق ندخل فيه. خلينا نرجع على موريا يا اخي. حكينا نحن في بولاريانز وهايبربوريانز وفي لومورينز. مين لوموريا؟ وين لوموريا؟ هو بيقول لوموريا بين ساوثرن ايجا، يعني اسيا الجنوبيه، افريقيا واستراليا. ومدام بلافاتسكي قبله بتقول كلام مشابه. بال 1860 بهالوقت صار يطلع اقتراحات انه لوموريا بهذا الموقع، وهي لوموريا القاره القديمه اللي كان عليها الانسان. حتى في كما قلت منظمات باطنيه اوروبيه بتسمي حالها على اسم مناطق في لوموريا، مثل ذا فول سوسايتي. هل هذا صحيح؟ في هناك قاره قديمه؟ ما بقى، خلينا نشوف. شوفوا انتم وين عم نحكي. نحن بال 1860 هو كاتب هالحكم قديما، هو عاش بين 1860 و 1920، مات على 1925 اعتقد، يعني قديما جدا عم نحكي الحكم. ب 2013 بمنطقه اللي هي مدغسكر، حد مدغسكر اسمه موريتس، بهالمنطقه بيلاقوا حجر قديم من قاره قديمه. اول تخمين او من اول حجر بيلاقوه بيقولوا 80 مليون سنة، 80 مليون سنة، ما يقارب 80 مليون سنة. 2017 شو ب 2017 شو بيطلع التخمين؟ هذه حجار من قارة، هذا الدراسات من نيتشر المادية العلمية مش من عندي. بيطلع دراسات انه هذه الحجارة عمرها مليار سنين. هي اذا ضلت 80 مليون سنه، على فكره ليمونيوس كانوا من 80 مليون سنه بتزبط معه، بس حتى طلعت هالقاره اقدم من ليمونيوس، نهايه طلعت ايام البولاريانز. اذا في هلق يعني نكون منصفين، ما نلقى عليها شيء بيدل انه كان عليها حيوانات او شيء هالنوع او بشر يعني، بس انوجدت فعلا بهذه المنطقه. هي جدا قريب يعني، اذا بتلاحظ اذا بنرجع للسلايد، يعني هو هنا كانوا حاطينها فوق شوي، هي طلعت تحت حد مدغاسكر، يعني قريبه جدا. طلع فعلا في قاره قديمه وكانوا عم يحكوا فيها هني قبل اي اكتشاف علمي. طب كيف عرفوا؟ كيف مدام بلافاتسكي عرفت؟ كيف رودولف شتاينر عرف بهالموضوع؟ ما حد بيعرف. لكن انا مش عم قول انه هني علميين، بعد هلق نفوت بجزئيه ثانيه. اكبر تخبيص عمله رودولف شتاينر وين كان؟ نكر التطور البيولوجي عنده، كما ذكرت انا مراحل تطور الانسان، الانثروبوسوفيا هو هذا اساسا، هي انثروبولوجي علم الانسان. ذكر التطور البيولوجي، قال لك لا، قال لك بالعكس القرود اللي بيشبهوا الانسان هول في انسان انحدر وصار منه، ما في تطور بيولوجي. وحتى قال ما في انه ما في جينات، ما في وراثي، هو جرب يفسرها الوراثي من الخارج، يعني عبر الجسم الاثيري والجسم القمري وغيرها. واليوم نظريه البيولوجيه النيو داروينيه عليها جبال من الادله، ما في واحد ينكرها، وفي حفريات وحفير، يعني صعب صار. هلق في فرق جديدة اليوم موجودة وسابقا موجودة، مثل الثيوزولوجي، هي العنصرية يعني، بس انه قالت لا هو فعلا انه هالإنسان تطور هيك، بس هالإنسان الآريان تطور هيك، الآري تطور هيك،
اما نحن العرب والباقين نحن فعلا قرود وصرنا مثل البشر. في ناس عندهم هلا وانه نحن اختلطنا مع نحن كمان فينا قسم آري بس اختلط مع القرود فانحدر او شيء هيك لصرنا مثل ما نحن. هاي فلسفه عنصريه هو ما عنده اياها، بس هو بينكر التطور البيولوجي انكار تام، وهذه مشكله لانه التطور البيولوجي اليوم تبين انه فعلا هو حقيقه علميه. يعني التطور البيولوجي حقيقه علميه وفي نظريه قويه نيوداروينيه بتفسره، بس ما حد ينكر التطور نفسه. حكينا عن العراق السبع، انصاف الالهه منين؟ احنا حكينا في انصاف الهه، يعني حكينا بال سوري حكينا بالانسان القديم اللي هو الهند القديم. بالهند القديم في شخص اسمه مانو، مش ماني، اسمه مانو، مثل قصة نوح. جمع تلامذته الشاطرين اللي عندهم اتصال بالعالم الروحي جمعهم مع بعض، وهودي التلاميذ صاروا مثل أنصاف آلهة، صاروا لا يموتون، عندهم الحياة الأبدية. فهو بيعتقد انه هو بعده بيأثروا على المجتمعات وبيأثروا بالاديان باسم شخصيات مختلفه بيمروا في ادوار واكوار وعصور مختلفه. فهودي الانصاف الالهيه، يعني مش كل الناس انحدروا بالماديه، لا، ضل في اسياد ازليين، ما يعرف بالاسياد الازليين او بالدروز يسمون اسياد في السن الجوانيه او شمبهاله، هن هودي مثل انصاف الهه، يعني مع انه ما في اله بهذه الفلسفه. نحن عم نحكي كان اول شيء كان في سكون وركود وعتمه، ومنها خرجت القوى المنظمة. الناس بيفكروها آلهة مع أنه هي منا آلهة شخصية وما بتحكي معك ولا عندها عقل وفكر. كله بدأ من العدم، كله بدأ من العبث. العبث هو الخالق الأكبر، لأنه هو منه عبث، منه يأتي كل شيء. طيب، لكن هم موجودين وعايشين بيننا حسب. طيب، هاي يعني لازم نضوي عليها. حكينا بالإنسان المعدن، هاي بس صورة لتوضح الفكرة أكثر. يعني انسان من معدن واحد، يمكن هالمعادن مش مثل نمل، مش موصول، يعني مثل جزيئات، وكان الكون كله هيك. يعني كانت الشمس مع الارض مع القمر كله هيك، ما في تحجيم وصلابه او كواكب مختلفه. نحن في مرحله عم نمرق فيها، بس العالم بيفكر انه هالمرحله دائما كانت، هو عم بيقول لا، عنده كون متجدد وخلاق مثل فلسفه اونري بيركس. وعندك الانسان، حكينا عنه ان الانسان النبتي هو مش فعلا نبتي، لكن هو عنده مثل دم بيحفظ حماوي. يعني هالانسان سوري هالانسان ما كان يتاثر في الجسم في العوامل الطبيعيه، لان هو كان يعتمد عليها، يعني كان يعتمد على الحراره من الخارج. اما هالانسان صار فيه يحفظ حرارته، فصار عنده نوع ما استقلاليه اكثر، صار عنده دم، والدم بيحفظ الحماوي، وهو الدم الحماوي هي الحياه. يعني الدم هو جسم الاثيري، حتى اذا انت تفكر فيها، اذا انا هلق بيختزلوا كل لحمي وعظمي بس بيخلوا الدم، فيك ترسم شكل الانسان من الدم. الدم بياخذ شكل الانسان، حتى النفس، من تتنفس بيدخل النفس، حتى جهازك العصبي كله هذا عم بيلحق نفس الصوره، نفس طبعه الانسان عم بيلحقها. وهكذا الجسم الاثيري الاكبر اداه عنده هي الدم. الدم نفسه مش جسم اثيري، بس ابرز اداه عند الجسم الاثيري هي الدم، اللي هي فعلا بتلحق صوره الانسان. والدم مثل، على فكره الدم مثل سم، يعني انت بتجدده بالاكسجين، اذا ما بتجدده بصير لونه ازرق على اسود وبسمم. حتى اذا بدك تقتل مثلا شخص او تقتل حيوان تحط له دم، غير دمه بيموت، دم مثل السم. لكن هو ايضا هذا السم اللي في اعراقنا هو سبب حياتنا، هو بدخلك الاكسجين على بقية المعده. فهو يعني النقيضين هن بيعطوك الحياه. وعندك العقل الباطني اللي عاملك مثل الجيلي، يعني اعطاك اعصاب وبلشت فيك تحلم، بس كان الحلم وقتها مش حلم، مش النوم العميق. يعني بلشت تركب صور بس ما كان عندك عقل يفندهم بعد. يعني كنت حتى هون بلش الانسان يخلق المشاعر، يعني لما كان نبتي ما له مشاعر، يعني كان نبتي كان مثل لطام، كان مثل هادي الزوري بتقول له يا زينب بيلطم، ما يعني بيرد، يعني بيجي نور بيفرق، يعني هيك بيعتمد على الفعل وردة الفعل. بعدين بهالمرحلة، لا بهالمرحلة صار يشوف صور، صار يركب مشاعر، صار عنده إحساس. فصار مثلا إذا فهو عنده رودولف شتاينر، مش إنه نحن مثلا بعدين جينا قلنا إنه الأحمر هو لون الغضب، لا، هو نحن فعلا كنا نشوفه أحمر، نحن الغضب كنا فعلا نشوفه أحمر، والحب فعلا كنا نشوفه زهر، وال شو بدكم والمصاري والثروه كنا فعلا نشوفها اخضر.
فصرنا نشوف هالصور ما كنا فينا نعبر كثير عن مشاعرنا، بس بلشنا نخلق المشاعر من الالوان نفسها، مش انه عندنا نحن مشاعر وبعدين ركبنا الالوان، لا هو عنده كان عندنا الوان كان المشاعر نشوفها الوان، فلهيك اخترنا فيها يعني الالوان قبل المشاعر. ومن هالمرحله بلشنا نحصل على هالشيء. طيب بعدين عندك حسب مدام بلافاتسكي انه انت لما صرت الحيوانات كانت مثل حجرت مثل كونكريت يعني مثل حجر صلب، بعدين صار عندها اجناس ذكروا انت، لانه حتى الدودي ما هي بتفرق حالها بحالها، الليوني والتوليد الذاتي مرتبطين مع بعض. اذا بتدرس العالم البيولوجي في هناك في سر بهالامر، لما الحيوانات القاسيه اما لا عندها ذكر وانثى، فهو بيعتقد الانسان وصل لصلابه هنوك مثل عمل قشره، هي مش مثل البيضه بس عمل قشره حواليه وكسرها، وهذا جسمنا رابي بهالقشره. نحن لهيك بالعالم الصغير لما نكون نحن بويضه مثلا بتلاقي فعلا الانسان بيطلع من بيضه من بويضه، وعلى فكره بيربي لحم وعظم وغضروف وعضل، بعدين بصير عنده دم، دم بيجي لاحقا. هو بحاول يفسر هالشيء بس هالشيء بيناقضه، انه جسم الاثيري بيجي لاحقا بالولاده، ما بيجي من الاول، ما بيجي مع دم بعدين دم، لا دم بيجي من بعده. بس هاي يعني فكره مختلفه يعني، بس نحن يجب ذكرها، نحن مش عم نعطي مش عم نعمله طرح نقدي يعني، بس نحن عم نجرب نفهم شو عم بيقول بهالحال. طيب فحكيت انا عن خساره العين الاولى والتنقل في الاحلام، وبعد ما دخلنا على فكره في الباطنيه المسيحيه، بعد عم نحكي نحن بالكتاب كوزميك ميموري، وتاني جزء من الحلقه المفروض بالباطنيه المسيحيه حسب هذه الافكار اللي اكتسبناها من هذه الرحله في اعماق فكره. طيب خساره العين الاولى والتنقل في الاحلام، نحن لما كان عندنا العين الثالثه كان نحن ننام اكثر اكثر ما نوع، بس نومنا ما كان نوم، كان في وعي. هو بيعتقد انت لما تنام اليوم فعلا انت بتطلع من هالدنيا على دنيا ثانيه، فنحن كنا وقتها كنا نعيش بهالدنيا الثانيه اكثر ايام لموريا، وكنا على تواصل مع الارواح وكل هذا العالم الارواح الشاسع. لفتنا بالضفر، لفتنا بالعالم المادي، خسرنا بالعهد الاتلنتي هذه الرؤيه، فصرنا نعمل اكثر، وما هو الله لعن ادم وحواء بتشتغلوا بالارض، فلما لعنا بهذا بالماديه فقدنا هذا الاتصال. لهيك انت لتوصل لهيك محمد مثلا فات على كهف تغلبط كل نومه، صار يتصوف ليوعي يقظه النوم ليوصل للروحانيه ومثله غير ناس يعني. فهو هيك بفسرها، فهي جزئيه كثير مهمه هلق بنفوت فيها اكثر. طيب تحياتي للجميع الفايتين، انا مش كثير عم انتبه، فانا راح اخذ بريك صغير نشوف اخونا هرمس وندخل في المرحله الرابعه، في المرحله الخامسه للانسان. الرابعه هي الاتلانتيه، الانسان الارضي اللي فقد عينه وبلش يغوص بالماديه، وفي عندنا عهدنا نحن البوست اتلانتيان بعد اليونانيه يعني على ظهور المسيحيه، صار الانسان دخل في المرحله الخامسه ما نحكي عنها. اتفضل خي هرمس اذا عندك تعليق. صراحة يا أخي عندي تعليقات كثيرة مش تعليق واحد، لأنك ذكرت معلومات كثيرة جدا. بس أنا في نقطة مهمة جدا 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 لازم أن نطرحها ونفهمها جيدا، وهي نقطة ثنائية القطب. كل شيء في هذا الوجود له قطبين، يعني مثل ما في البطارية والكهرباء قطب سالب وقطب موجب، هذا الشيء موجود على كل الأشياء في الكون. كل الأشياء في الكون لها قطب سالب وقطب موجب، فكل شيء له ضد. وقمة الروحانية تعاكسها قمة المادية، لكن في الحقيقة، في حقيقة حقيقة الأضداد هي بتكمل بعضها. نحن لا يمكن أن نفهم شيء إلا من خلال عكسه، ولا يمكن أن نقدر شيء إلا من خلال معرفة ضده. أنا لا أستطيع أن أقدر قيمة الجمال بدون أن أعرف القبح، ولا قيمة النور بدون أن أدرك الظلمة. فالأضداد مهمة جدا وهي تكمل بعضها البعض. الجسد المادي هو روح مادية،
والروح هي مادة روحية، فالاثنين مهمين جدا. المشكلة أين تقع؟ المشكلة تقع لما نتطرف جدا، سواء في ماديتنا أو في روحانيتنا. فلو تلاحظ مثلا الأمة الغربية والحضارة الغربية عاشت فترة طويلة جدا تحت حكم الكنيسة وتحت حكم البابوات، وكانوا يتم اضطهاد الناس باسم الدين وباسم الروحانية، والدين فقد معناه على أيدي الكهنة والقساوسة والبابوات. فهذا الأمر استمر لعصور، فكان من الطبيعي في القرن الثامن عشر وما تلاه أن الناس تكفر بالدين وتكفر بكل معنى روحاني وتتجه إلى قمة الإلحاد وقمة المادية. فهذا الشيء حصل في الغرب. ليش؟ لأنه تم اضطهاد الناس بالروحانية المتطرفة اللي هي الديانة المسيحية. عندنا في الشرق مثلا لو تلاحظ قد يكون العكس، بمعنى أنه اليوم مثلا بما أنه بوادر الحضارة الغربية بدأت تفد إلينا إلى الشرق مثلا، فبتجد كثير ناس بيقول لك بدنا نرجع على الأصول، بدنا نرجع للروحانية، بدنا نرجع لكذا وكذا. فهذا الشيء خاطئ. من الخطأ أنه تتجه باتجاه الروحانية فتنكر الجسد وتنكر المادة. لماذا؟ لأنه أنت أصلا جيت على الحياة وتقمصت قميص جسماني وأصبحت في هيكل جسماني حتى تختبر وجود في عالم المادة. فالمادة مهمة، وأيضا لا يمكنك أنك تعيش في عالم مادي وتنكر الروح وتلغيها تماما وتقول إنها غير موجودة وتنكر أي معنى للوجود والحياة، وتوصلنا لعدمية إلحادية ونصير كذلك متخبطين. هذا فأنا كان ضد إيش؟ ضد إيش؟ أن نكون عند قطب من الأقطاب ونتجاهل القطب الآخر. دائما قاعدة أساسية ومهمة جدا للتطور سواء الروحي أو على أي مستوى من المستويات، هي أنك تمسك العصا من المنتصف. يعني انت بتعمل عقلي مثل عقلك، انا بقدرك اعطيه تعليق، انت ما بتعلق على انا حكيت عنه، بتعلق على بدي احكي عنه. يعني حبيبي يا أخي، لا لا مشكلة، راح أعلق على الشيء اللي أنت قلته. مثلا موضوع الدم، موضوع الدم يا عزيزي هو في الطب القديم، مثلا في الطب العربي القديم، لو ترجع لجابر بن حيان للكيميائيين العرب القدامى اللي أغلبهم كانوا هرامسة بالمناسبة، راح تجد أنه كانوا مقسمين الأخلاط في جسم الإنسان حسب نظرية العناصر الأربعة، نظرية معروفة جدا في للي يشتغلوا في علوم السحر وفي العلوم الباطنية بيعرفوا شو هي العناصر الأربعة، حتى اللي درسوا الفلسفة ممكن يجدوا أنه بعض الفلاسفة الملطيين مثلا قولوا نفس ما كانوا تقولون. فكانوا يقسموا أنه أربع أخلاط في الجسم مقسمين على حسب العناصر الأربعة. فمثلا الدم، خلطة الدم كانت محسوبة على عنصر الهواء. مثلا خلطة المرارة الصفراء كانوا يحسبوها على عنصر النار، وخلطة البلغم كانت تحسب على عنصر الماء، وخلطة المرة السوداء كانوا يحسبوها على الحواس، يعني على عنصر التراب. طبعا كل واحدة مرتبطة بشيء، مثلا الماء مرتبط بالمشاعر والشعور، الهواء مرتبط بالفكر، النار مرتبطة بالإرادة، والتراب مرتبط بالحواس. ف كل واحد يشتغل بالسحر مثلا بيعرف مثلا أنه أهمية العناصر الأربعة، هم العناصر خمسة أصلا مش أربعة، ولكن الخامس يعني موضوع طويل جدا، الأكاشا أو الأثير، العنصر السببي.
اللي بتنتج عنه العناصر. علشان نعم بالعصر الصوفي، في فلسفة العصر الصوفي في 4 أثير مؤثر، بيربطوا الأثير بالمعادن، في أثير لكل معنى، بنحكي عنها بحلقات قادمة. نحن اوكي، طيب هو عشان بس خلينا بالمادية، خلينا بالمادية. أنا ماشي تمام. حكينا الإنسان الرابع فقد اتصاله شوي بالروحانية. شو صار بالإنسان لما تعمق بالمادية بهالأصول؟ صار يشتغل كجماعات، مش هيك؟ يعني انت فقدت الاتصال بالروحانيه، تعمقت بالماديه، بس شو ضل فيك؟ ضل فيك شباك نافذه للروحانيه، هو النفس، بذره صغيره فيك فقط. فخلينا نرجع على اليهوديه، انت تحب اليهوديه، خلينا نرجع على اليهوديه. شو اسم اوكي، يهوه؟ اسم يهوه بس شو معناه؟ ثواني. بس شوي، اسم يهوه شو معناه؟ معناته الهوى. قال له عرف عني، عرف عني يا موسى ويا ابراهيم، عرف هيك عني، حشر هيك. انا هو الانا. ونصيرية تقول يا هو ما لا يعرف من هو غير هو، الهو والانا. لا، شو هي، شو قيمة الانا؟ الانا هي الكلمة الوحيدة اللي انا فيني استعملها لحالي. اذا مصلي بيقول انا، مش عم يعبر عني، انا كلمة خاصة فيي. فاليهودية لنعتبر انه اسم السري لله هو فعلا يهوه. فهن كانوا لما عم يمنعوا اسم يهوه، اسم ممنوع، لأن يعني هو اليهودي، هو عم يقول اسم يهوه، عم يقول انا الله، هو الاي ام، هو الانا. وهي اذا بنتبع اليهوديه، يعني الخالق ما هو عنده انا باليهوديه، فخلقك مع هالبذره اللي هي النفس، ضلت فيك. اليهودي نساها، لكن يهوه ذكروا فيها، قال له انا الانا. معنات يهوه انا الانا، اسم يهوه. وهون اذا بننظر لصوره الهي من الكابالا بشوي، اذا بناخذ اسم يهوه وبنوضعه من فوق لتحت بالاحرف، يعطيك شكل انسان. واسم يسوع، حالك مش رح ليه، يعطيك انسان وفي شعله. شو هي هالشعله؟ هي هذه النافذه الروحانيه، رح اشرح اكثر الموضوع، ما ندخل من خلاله هالموضوع للباطنية المسيحية. لندخل في الباطن المسيحي، يلا. قبل ما نفوت بالباطن المسيحي، ما نحكي في مسيحيين معقول يشوفوا هالحكي يقولوا هي معقد ونحن فهمنا ابسط واحسن وما بعرف شو. بس ما انت لما عم تعمل هيك عم تعمل حالك بابا صغير، يعني ليتل بوب كومبلكس. مش عم نقول هي مرض نفسي، لا، يعني هي تعبير بس، انه كل مسيحي حتى الانجيليين ضد البابا لما تحكي معه بيعطيك مثل الاثورتي، انه هيك هيك الدين الصح، مثل عم تقولوا كذا. هي عم يعمل حاله بابا صغير. ما فيك تقول لي انت الدين المسيحي دين واضح، لا، هو الدين المسيحي بالاصل تأويل، وانا باخذك بعد. يعني شو كان يقول المسيح لتلاميذه بمتى؟ متى 10 13، كان يقول لهم انا بحكيكم لإلكم، بحكيهم لإلهم للشعب بقصص، ببارابلز، قصص، لكن انتم بحكيكم افكار. يعني معناته هو عنده ظاهر للناس وباطن لتلاميذه، صح ولا لا؟ في تأويل. يعني انا لا ادخل على هالباطن، بدي اول هالقصص هو كان عم يستعملها كظاهر. بمتى 6 ساعة شو بيقول؟ لا تعطوا القدس للكلاب، يعني ولا ترموا الدولار على الخنازير. يعني مش كل الناس بيستاهلوا الدين، في اسرار دينية ودولار ما فينا نعطيها للعامة. فبهيك هو عم بيأسس ديانة باطنية. وانت يا انجيلي او يا كاثوليكي يا ارثوذكسي ظاهري وعم تاخذ بظاهر الامور، ما انت عم تأول لتفهم المسيح على طريقتك. تسمح لنا احنا مثلك نأول، ما هو دين تأويلي اساسه. فهو بيحكي، وهلق بنفوت على موضوع الانا والمسيح من هذا النهج، بيحكي عن درجات الباطنية القديمة. بيحكي انه كان في درجات بطنيه قديمه اكيد اسميها مشفره، ما راح ندخل بالشفره يعني كثير. كان والمسيح كان يعتبر منها، واليهود كانوا منها، اليهود الداخلين في على العمق الديني. اول درجه هي الغراب، والغراب حتى بنشوفه مع ووتن، والحمام والغربان بيعتبروا انه هودي بيخترقوا عالم الروحي، عندهم تواصل مع عالم الروحي. فحتى الروزيكروشن والماسونيين او كده بيستعملوا الحمامه للإلمام الروحي.
فالغراب هو الدرجة الأولى. بعدين عندك الساحر، هو كلها أسامي مشفرة ما راح فوت بمعناتها كتير. وعندك المحارب، يعني الساحر اللي هو بيكون هو مثل الشيعي أو الكاثوليكي، يعني هو الباطني بس مش التوحيدي، يعني واقف بنص المعبد بس مش داخل قدس الأقداس. فعندك المحارب اللي بيحارب من شان قدس الأقداس، وعندك الأسد اللي هو داخل قدس الأقداس اللي هو توحيدي، بس ما راح نفك الشفرات اليوم. طيب. وبعدين درجة الخامسة هي أنت بتنربط بالقوم تبعك، يعني بيقولوا هذا فارسي، هذا سوري، هذا بابلي. هاي شو معناتها؟ معناتها هذا الإنسان صار يمثل روح قومه، روحية قومه، بس ما عم يمثل الأنا تبعه، عم يمثل روحية قومه. اليهود كانوا بهالموقع، اليهود كانوا عم يقولوا نحن أولاد إبراهيم، كانوا عم بيمثلوا روحية قومهم. فجاءهم مين؟ بطل الشمس. جاءهم شخص متقدم عليهم درجة في العلوم الباطنية، وهو يسوع المسيح حسب قولهم. ويسوع المسيح كان عم بيحاول يرتقي ليصير بمرتبة السابعة وهي الأب. هذا بقول شتاينر. نشرح أكثر. خلينا ناخذ قصة ملفتة بكتاب يوحنا. هلا قبل ما نفوت بكتاب يوحنا، بعض المسيحيين بيقولوا هذا كتاب شعر وكتاب تافه ولا او وفي فزلكي وكلام مشفر وما بعرف شو. نحن رح نقول لا، شتاينر بيقول لا، بيقول بالعكس هذا الكتاب بيدل على المسيحيه اكثر، لانه هو كاتب هذا الكتاب هو فعلا دخل المسيحيه، اما الكتاب الثاني ما دخله. هو فعلا هلا بنشوف شو دخول المسيحيه الباطنيه، بنفوت بكل هذه الامور السريه. بيقول بيوحنا ورأى يسوع هو نثنائيل آتي إليه، فقال عنه هذا إسرائيلي عن حقه حقي. هذا الإسرائيلي المزبوط. ليش يقول هيك مسيح؟ هي كلام عنصر إذا بتاخده على منحى ظاهر. بعدين هذا نثنائيل قال له مينك أنت؟ ما بتعرفني أنت؟ قال له لا بعرفك، رأيتك تحت شجرة التين. كلام مشفر بيوحنا. شو معناتها شجرة التين؟ شجرة التين ترمز إلى اليهودية. ما هو اليهود يسوع حين يلعن اليهود يقول أنتم كشجرة التين ما بتجيبوا ثمر، خلاص مش حيجي من عندكم مخلص من بعد، يعني كل ما يجيكم حدا مش عم تقبلوه. يعني عندنا قصة بالدروز بيخبروها شعبويا، يعني مش بالكتب، من التراث الشفهي. بيقول قال إجا أحد أسياد الدروز عن مرأة يهودية. هو كان هذا السيد من تحي بيصبغ قماش. هي إجت المرأة اللي عنده، على فكرة مش هو راح، سوري، إجت المرأة اللي عنده هو بيصبغ قماش. فإجت المرأة اليهودية بتصبغ عندها طقم، اعتبره طقم طاولة، شرشف طاولة بتصبغ. قال لها تفضل، غطى لها إياه. قالت له بدي إياه أصفر، غطى لها إياه، طلع لها إياه أصفر دغري من دون ما تنطر. انبهرت، قلت له طلع لي احمر. غطى لي اياه مره ثانيه، طلع لي اياه احمر. انبهرت، قالت له طلع لي اياه ازرق. غط مره ثانيه، طلع لي اياه ازرق. انبهرت، قالت له طلع لي اياه اسود. قال لها انت مش حيعجبك شيء. فانتم اليهود ملعونون الاب والاجداد، يعني انتم خلص صرتوا شجره ماحي عم تنتظروا المخلص، بس اتاكم المخلص في عده ادوار واقوار ولم تروه، موجوده بينكم وتقولوا اين هو. هاي هدف من القصة. وهو هون المسيح فكره نفس الشيء، عم بيقول له انت ابن قومك، يعني انت شو، انت درجة خامسة، انت تحمل ديانة قومك، ربطة القوم، انت قومجي، انت يا اسرائيلي اذا كنت اسرائيلي، يا سوري اذا كنت سوري، يا فارسي اذا كنت فارسي، انت درجة خامسة، اما انا درجة سادسة. وكمان لنضيف من الشعر بيت، شو بيقول لهم؟ هذه بلوقا مش بيوحنا، هذه في أنطون سعادي عنده تفسير باطني لها خاطئ، هلك ما ندخل فيه. بإنجيل لوقا شو بيقولون؟ بيكونوا اليهود عم بيقولوا له أنت ابن داوود. هو حسب لوقا فعلا هو ابن داوود. بيقولوا له أنت ابن، بيقولوا لا أنا ابن الأب ولست ابن داوود. شو معناتها؟ أنا ابن الطبيعة والبشر والإنسانية. أنا، انتبهوا لكلمة أنا، هاي مرحلة تقدم الإنسان
ما بعد الأطلنطي، قال أنا، قال لهم أنا ابن البشرية والإنسانية، ولست ابن داوود، لست ابن الجماعة اليهودية. ما عم بحكي أنا بفكر جماعة، بحكي بفكر فردي. أنا عدت إلى الفردية في العالم المادي لألقط الخيط الروحاني، النافذة الروحانية، لأعيد اتصالي مع العالم الروحي. فنحن في سجن مادية وجسمنا مادي وقميص بشري لحم دموي، لكن في داخلنا بعد بذرة أو بقايا اسمها النفس. فينا نحن إذا دخلنا على جواتها نبتعد عن المادية. مع أنه فلسفة المسيح اللي أنا بتفوتك بالغرور وبحب الذات، مثل ما فاتت، مثل ما قال هرمز، مثل ما فاتت الدول الغربية. يعني هي أنا صحيح هي روحية، لكن هي بتفوتك بالنقيض. انت لما تركز على انا بتصير فردي ومادي ايضا. هلأ ندخل ليش، وليش لازم نفوت فيها، وليش لازم نرجع نطلع منها في المرحله السادسه. فهنا بيقولوا الكلمه صارت جسدا وحربا، لان يعني هو بيقول لا، الانا تبع الله. لما قال له يهوه، انا اسمي انا. شو انت اسمك؟ انا الهو. يا هو لا يعرف من هو غير هو. انا الهو. فالانا نفسه تبع الله هو من حل في يسوع المسيح، ومش من هو طفل. حين كبر يسوع المسيح وكبر جسمه ونمى جسمه طوى جسمه النباتي وجسمه الاثيري بالروح، لما صارت العذراء صوفيا، يعني لما نقى روح الاثيري تبعه، بعدين دخل الانا وحل جسد بيننا. الانا الذي حل بيننا، الاي ام. هاي بفكر شتاينر. فخندخل بالمسيح. كان دائما نسمع قصص عن الخمر والخمر وما غيره. شو سر الخمر؟ نحن هلا بمفهومنا القائم انه انت بتشرب خمر بصير اجتماعي اكثر مع الناس، بصير شباب لك، بتحكي مع هاي، بتحكي مع هيدي، بتتعرف على، بتسقط هاي الاشي تبعك. بس هو فعلا الخمر اذا بتفكر فيها مزبوط، الخمر بيردك على نفسك، هو مشروب روحي لانه بيردك على الانا. انت لما تشرب خمر وتسكر مثل كوكس حبيبنا، كوكس لما يسكر بده يحكي عن حاله، انا وانت عملت معي هيك، وانا ليش الخمر بقلبك من الناس؟ لما بتصير تحكي عن حالك من دون قيود. لكن هو فعلا مشروب بردك على الانا، بردك للانا داخلك، النفس. لهكذا يسمى مشروب روحي. هاي بتفسير شتاين، هاي فكره كثير ذكيه. هو الناس بيقولوا انه الخمر مشروب اجتماعي، هو بيقول لك لا، الخمر مشروب فردي. لكن انت لما تتعمق بالفرد تبعك، لما تكون سكران، لهيك بتتواصل مع الناس بطريقه احسن. بس هو فعلا الخمر بتصير تشوف العالم بطيء، بتصير تشوف العالم منفصل عنك بالخمر، غير المخدرات الثانيه. الايواسكا بخليك متصل، بتصير تحس حالك انت الله وغيره. طيب، فهو بيقول لهم بيوحنا وبغير محلات بالانجيل، كله من جسدي ودمي. المسيحيين شو فكرهم المادي البسيط المبسط؟ وبس نحط حالي شو فكر المسيحي المبسط؟ انه لا، هذه رمزيه، هو هل بسكوتي بسكوتي والدم والبيض مبيض. في مسيحيين تانيين بيقولوا لك لا، فعلا هذه الخبزه بتصير جسمه، وفعلا هذا نبيد دمه. طب انت عم شو عم تاكله يعني؟ بلكي بتطلع لك شخفه من كتفه او شخفه من طيزه مثلا. كيف يعني؟ هاي شو معنات جسدي ودمي؟ نتذكر احنا فتنا بافكار ما نرجع نستعملهم، بس انا مش عم فوت فيهم هلا، ما بدي ارجع فوت فيهم. شو الجسد والدم؟ الجسد هو جسم الفيزيائي، والدم هو جسم الاثيري. طب ليش عم يقولون كله جسدي ودمي؟ هلق من شو؟ يا شو هي كانت طقوس استلام الدين سابقا؟ الانسان مثل ما حكينا، بعد ما فقد عينه الثالثه واتصاله بعالم الروحي، كيف كنت فيك تفوته على روحانيات اعلى وتفرجيه عوالم روحيه اعلى من عالم، او تاخده على رؤية أعلى من رؤيته المادية والوضيعة الدنيوية؟ كانوا يفوتوه بمرحلة ما بين النوم والوعي. شو معنى؟ يعني قريب الموت. مثل ما قال هرمس النقيدان، لا تعيش الحياة الأبدية، بدك تقترب من الموت هالقد، بدك توقع حافة الموت. فكان ينام 3 أيام بشيء يشبه المرض، وخلال رحلته بأول نهار بشوف شيء، بثاني نهار بشوف شيء، وبيطلع السماوات السبعة، عم نقول تعبير مجازي. هكذا صار في محمد.
محمد الإعراج والمعراج، مش إعراج ومعراج، الإسراء والمعراج، مش إسراء ومعراج فعلا. هو شرب مشروب روحي، الصوما درينك، الموجود في عند الفارسيين وغيرهم الزردشتيين، وبهكذا أسرى وحكي مع موسى بالسماء. اقترب من الموت لهيك لما شاف جبرائيل، صار معه شهادة نوم متكرر وشاف رؤية جبرائيل، لهيك كان عم يرجف، لهيك ضل خايفين، لهيك جرب ينتحر محمد أول ما نزلت النبوة عليه، لأنه هو لازم يجرب ينتحر، لازم يقترب من الموت حتى توعى فيه اليقظة، حتى يوصل للحياة الأبدية. هي طقس استلام الدين القديم من الأديان الباطنية، كانوا ينيموك 3 أيام وتقترب منها من الموت. لأنه النوم كما قلنا أيام لوموريا كان يمسك بعالم الروحي، النوم العميق. أنت بطلت تنام نوم عميق، فصار يجب أن تنام نوم عميق حتى تصل إلى الحقائق الروحية. طيب قيامة إليعازر، خلينا نفوت بقيامة إليعازر. هل فعلا إليعازر نام؟ أو هل إليعازر كان أول من دخل المسيحية؟ فشبه موته وقيامته بالولادة الجديدة نفسها. بيقول لك المسيحي أنا ولدت من جديد نصلي عليه، لا، لك تولد من جديد فعلا، رح تولد من جديد مش بالحكي. إليعازر فعلا ولد من جديد وتغير دمه كمان، رح أحكي لك حسب فكر شتاينر، تغير دمه كمان. كيف تغير دمه؟ هلق من فوق. قيامة إليعازر شو بيقول لك؟ ضل نايم يومين، وقالوا له المسيح ملك مات إليعازر، قالوا لا نايم، قالوا له لا مات، قال له بالنسبة لكم مات لكن بالنسبة لي نايم في إنجيل يوحنا. فشو بيقول له توما؟ وهي توما علي مجلس حكمة لوحده، هو التوأم وهو النقيض، وهو بتفهم توما، بتفهم الفلسفة الهرمسية كلها على فكرة. شو بيقول له توما؟ بيقول له توما ما نروح إذا هو هيك ميت وبده يقوم، خلينا نروح نموت معه، خلينا ندخل المسيحية معه. نرجع لهي الرسم الحلوة. طيب حكينا نحن بأول مرحلة، نحن هلق عم نحكي هون بالاي بي، مرحلة الأرض، وهي الاي، هي اي مش 9، هي الأنا، مش هيك؟ أنا قلنا نحن بكل مرحلة تملك أنت بالهودي. لما تدخل المسيحية شو بصير معك؟ أنت بتكون عندك الآ، مرحلة الآ انقلتها، مرحلة الرجل المعدن، مرحلة الرجل الأثيري البي، مرحلة السي رجل القمر الأسترالي، توصل لهذه المرحلة. هي اسمها أي بي، ليش؟ العنصرين الأي والبي فيها أكثر شيء واضحين، بس هي فيها السي، يعني هي مرحلة الأي بي مالقة فيها أي وبي وسي وأي بي، هي تدريجية. الأي بي، خلينا نفكر بالأي بي شوي، شو الأي بي؟ شو الأي والبي؟ الأي هي الفيزيكال بادي، والبي هي الجسم الأثيري، يعني الجسم المادي وجسم الاثيري. الاي والبي اثيري ومادي. شو بيقولوا المسيح لازم تاكله؟ خلينا نرجع. جسدي ودمي، الاي والبي. غريب. والمسيح اي بي، المسيح هو بيرمز للارض، هلا بنفوت شو معناتها الارض اكثر. هو اي بي، جسدي ودمي، الفيزيكال وهي البادي، والسي هو الجسم الاثيري. شو دخول المسيحيه معناتها؟ شو بتحصل على السي لتوصل للاي بي، لتوصل للانا، للاي، للنافذه الروحيه داخلك، تخلص من الفكر اليهودي القبلي؟ شو بتنقي جسمك الاثيري. فشو صار بإليعازر بقيامه إليعازر؟ شو صار لقيام إليعازر؟ إليعازر اقترب من الموت، فجسمه الاثيري وهي العذراء مريم، وهي فعلا العذراء صوفيا، جسم الاثيري، وبيشع عليه العقل الكوني، والعقل الكوني او اليونيفرسال كوزموس لوغوس هو العقل عند الدروز او روح القدس عند المسيحيه. الجسم الاثيري انطبع، طبع الاثيري انطبع، جسم الاثيري على دمه، صوفيا النقيه بنت القمر انطبعت على دمه، فتجدد دمه فولد من جديد. فبنكون احنا شو دخلنا هون بالمراحل A B C A B. لو وصلت فاليهود كانوا إذا بدكم بين السي والاي بي، وإليعازر دخل مرحلة الاي بي، الأنا،
اكثر نزيدكم بعض. تذكروا انتم ادم في قصه لادم، انه الله كان بنومه نوم عميق وبيخلق حواء من ضلعه. حسب هالفلسفه شو بنصير؟ لا، هي مش حواء. حواء حسب شتاينر ما اجتش من ضلع ادم، هي اجت بعصر الاتلانتي. اما ولاده حواء اللي عم بيحكي عنها الكتاب، هو في العصر ما بعد الاتلانتي، البوست اتلانتيان، انه صار لادم جسم اثيري قمري، سوري جسم قمري مش اثيري، عنده جسم اثيري لانه عنده دم وعظام، صار عنده جسم قمري. شو معناته صار عنده جسم قمري؟ نوم نوم عميق. بالنوم العميق صار في ركب صور مثل ما حكينا بالمرحله اللي حكينا عنها سابقا، فصار عنده العذراء صوفيا، هي حول العذراء صوفيا، صار عنده هناك الجسم الاثيري النقي. والمسيح عم بيردك، عم بينومك نوم عميق لتدخل الباطنيه المسيحيه، لانت تكتسب حواء، لتكتسب الجسم الاثيري النقي اللي بيطبع على دمك وبيخلقك من جديد، عندنا تقترب من الموت. فالعذراء صوفيا بيعطي شتاينر عليها ادله ليقنعك اكثر. بيقول لك طب ما في آية غريبة جدا بكتاب يوحنا، بيقول لك وهناك عند الصليب، عند صلب يسوع، وقفت أمه. انتبهوا، وهي كمان سر ولغز بكتاب يوحنا، بكل كتاب ما بيقول اسم مريم إنه أم المسيح، بكل كتاب ما بيقول اسم مريم المسيح بكتاب يوحنا، بيقول أمه. خلينا نعتمد على الكتب الثانية. هناك عند صلب يسوع وقفت أمه، يعني مريم، شك، وأخت مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. معقول وحدة اسمها مريم أمه للمسيح تكون أختها اسمها مريم كمان؟ يعني أنت شايف عائلة يكون فيها وحدة مريم وحدة مريم؟ هو كيف يفسر شتاينر للحكي المشفر هون؟ بيقول لك هيدي أم المسيح مريم، مش إنسان، هيدي الجسم القمري الأسترال بادي للمسيح نفسه، وكانت واقفة معهم على الصليب، يعني أثرت، يعني صلب المسيح مش شغل عادي. الجسم الأثيري، جسم القمري الأسترال بادي للمسيح انطبع على من كان يقف معه، انطبع على مريم المجدلية وأخت أمه الطبيعية، وهود اثنيناتهم ولدوا من جديد من خلال هذه الحادثة، فكانوا آدم من دخل المسيحية الباطنية. فلهيك هؤلاء الاثنين هن صاروا يشوفوه بعد ما قام، هذيك ما كانوا يشوفوه، هؤلاء أول ما شافوه. ولشافوا توما في طقس، لشافوا توما، توما مش تغري شافوا على فكرة، حتى صار يظهر لتلاميذه ما يعرفوه، لأنه ولد من جديد فعلا بهالمراحل اللي حكينا عنها السبعة. ما أنت جسدك مش جسدك المادي، مش إنه الآي بعش يتطور، لا، بكل حلقة الآي بيتطور. الآي عنده سبع مراحل بيمرق فيها الجسم الجسدي كمان، والبي عنده سبع مراحل، والسي عنده سبع مراحل، يعني هو جسمه فعلا تغير، لانه هو وصل مسيح للمرحله المتقدمه وهي الاي سي، المرحله السادسه اللي هو كان فيها، يعني هو الصن هيرو، هو بموته صار بالمرحله السابعه الاتمان الاوبرمان الجامع الاي والبي والسي، فهني تغير جسده وتغير اثيره وتغير جسمه القمري، فما عرفوه، بده يعرفوا ليشوفوا شو صار. لازم هو جسم المسيح او جسم هذا الانسان اذا صفى جسمه القمر ينطبع على الجسم الاثيري اللي هو الدم ليصير فيه يشوف المسيح. هذه حقيقه باطنيه حسب شتاينر، بس هاي معلومه مسيحيين ما بيعرفوها. مسيحي عنده ولدت مجددا، هيك يعني ولدت مجددا، بس هو ربطها شتاينر بالدم، ربطها بالجسم القمري، ربطها بالروحانيه. طيب موقع الحس عم بيتابع بطل انيمي، هو فعلا فيها خيال واسع اينشتاين، بس هو حاول عطى تفسير باطن المسيحيه بشكل جميل. طيب، فهي العذراء صوفيا هي تسمى عذراء مريم، هي فعلا عذراء صوفيا، وصوفيا لها ارتباطات بالقنوصيه، هي من سقطت من العالم الروحي وخلقت العالم المادي. فمعنى هذا شو؟ معنى هذا مثل ما حكينا عند مدام بلافاتسكي، انه شياطين او ابالس او ارواح هي بتكون ساقطه ونحن عم نطلع نصعد في الارتقاء الروحي، فهي نحن نكتسب منها ونرتقي. نفس هالشيء ينطبق على جسم القمري او العذراء صوفيا.
وهون العذراء صوفيا مرسومة ولك حواليها مين؟ روح القدس، وهو العقل الكوني، نحن نسميه العقل الكلي عند الدروز. فهذا ربط هون بين المسيحية والفلسفة اليونانية والفلسفة الباطنية اليونانية. كمان في شيء محير وملفت جدا بإنجيل يوحنا، كتاب إنجيل يوحنا، مع انه هو مش يوحنا الكاتب على فكره، يعني مش عارف مين كاتبه، مثل كل الكتب تقريبا الاناجيل. لكن قبل قيامه اليعازر بيكون عم يحكي بشكل الكاتب، بتصير قيامه اليعازر بيدخل هو المسيحي بصير يحكي بشكل ثاني، بصير يقول عن حاله the disciple who the Lord most loved. يعني هو دخل هو هالكتاب قد ما هو قوي جميل وباطني عم بيحكيك ما قبل دخول المسيحيه قيامة أليعازر أنا من دخلت، يعني هو أليعازر. في ناس بيقولوا إنه هو كاتب الكتاب أليعازر، هو من دخل وبصير يحكي إنه أنا أقرب من المسيح، أنا أول من دخلت في المسيحية فأكثر تلميذ أحبني المسيح. لكن المسيحيين مش عارفين يفسروا ليش عم بيقول أنا من أقرب ومن أحبه المسيح. ما عارفين هلا عم بيحكي حكيم شفر. عم بيحكي حكيم شفر بالأول قد ما هو محمس. بعد مش فاهم المادي مزبوط محمس عليها. لما يدخل بصير يحكي بحكي تاني. فعمل انجيل يوحنا هو بيقراه شتاينر بطريقه مثل ما فسر عمل جوتي، قالوا في روحانيين من وراه عم يفسروه بطريقه سخيفه ما عم بيدركوها، تركينه كتاب هامشي للاولاد كاتبوا جوتي. ويوحنا عميل المسيحي كتاب شعر وكتاب تافه وكتاب تبجيل وتكلف مثل الصوفيه وما له طعمه، وعم بقول لك هي اهم كتاب، هي بيدخل للعمق المسيحي نفسه. طيب فنحن قلنا الاي بي بترمز للارض، فهل المسيح هو الارض؟ هل المسيح يعبر عن الارض؟ هو شتاينر هون بيشبه المسيح في روح الشمس وبيشبهه كمان في الارض. لكن خلينا نشوف نحن حسب ما مشينا حسب الجراف اللي مشينا فيه لشوف وينه. هون اذا المسيح هو الانا الاي بي فهو يجب ان يرمز الى الارض، وبمسيرته بيتقدم بصير الاي بي سي، بصير الاوبرمان السوبرمان، بس هو هون بيكون الارض الاي بي. خلينا نشوف هل في دلائل من النص المسيحي في يوحنا تدل انه المسيح هو الارض. خلينا نشوف مع بعض. ناخذ قصتين. اول قصه ملفته، اتاه رجل اعمى، أعمى من الولادة. هني حسب الفكر المسيحي إنه المسيح خلاص بيطلع عليه بيشفى، مع إنه بالفكر الغنوصي لا، بالفكر الغنوصي بيقول لك المسيح كان يحمل معه زيت مخدر وعلبة، وحتى التلاميذ يعني يحملوا أدوية مصرية يعالجوا فيها الناس. وعلى فكرة بالطب المصري أهم شيء تعالج فيه الإنسان هو القمح جاي من الأرض. قمح له أهمية كبيرة بالطب المصري، هو الأساس على فكرة. هو المسيح ليشفيه شو عمل هون؟ مد إيده على التراب، أخذ تراب حط عليه مبزاق صار وحل، حطهم على عيونه وقال له روح غسلهم بتصير فيك تقشع. ليش عمل هيك؟ كان في طلع فيه قال له صار فيك تقشع حسب التفسير المسيحي الحديث. ليش لا يوطي على التراب ياخذ منه تراب و يحط له اياه على عيونه؟ ليش يعمل هالطقس؟ هل في هذا الطقس ارتباط في الطب المصري القديم؟ او هل هو المسيح نفسه يداوي في الارض؟ وهو من الارض وهو الارض نفسها. خلينا نشوف قصه بعد قصه الثانيه. لما اجوا ليجموا المجدليه شو صار دخلك؟ جابوا له اياها قالوا له هاي الزاني، مش المجدليه سوري، هون الكاثوليكيه هن هاي كذبه الكاثوليك، لا هي مرأة عاهره بس لم تسمى المجدليه في النص الاصلي، هن الكاثوليك التأويليا ربطوها بالمجدليه، هي مرأة عاهره جابوا له اياها للمسيح. وهو شو كان عم يلعب بالتراب، عم بيخبش بالتراب، عم بيشير باصبعه على التراب. قالوا له نرجمها، قالوا وهي القصه عليها شك انه هي اضيفت لاحقا ما صارت فعليا يعني، لكن احنا خلينا نمشي مع شتاينر خلينا نقول صارت القصه.
قالوا له من الجمع، قال له من منكم بلا خطيئة ليجمها أولا. قال له وضل عم يلعب بالتراب. قالت له قال شو وين راحوا؟ يعني هم التهي بالتراب ما مش شايفها. قالوا وين راح؟ قال له وين راحوا؟ قالوا راحوا. قالت له راحوا. قال انا مش رح اجمك، يعني الارض انا مش رح حاسبك، خلي قانون الكارما هو يحاسبك، انا مش رح حاسبك حسب اشتغل. فهذا المسيح عم بيعمل على مركزيه الارض، انه اخطائك وذنوبك انت بتتحاسب عليها من تلقاء نفسك. فانا الارض ما رح حاسبك، انا هذا العالم الكوكب اللي عايشين عليه ما رح حاسبك. فانت انت يعني هو غفر له بهذه الطريقه، هاي بقراءه شتاين. فدائما بنشوف الوحل والارض والتراب جزء من المسيح، حتى بنشوف الماء، بس شتاين بيركز على الارض. انا هون ما بوافقه، لانه انا بشوف معظم معجزات المسيح حول الماء والسمك وغيره، يعني بيشبه شوي هو بسكس يعني ده اليوناني. لكن على كل حال هو بجرب شتاين، بيقول لك انه المسيح ارضي ويمثل الارض. اختلفت او اتفقت معه؟ طيب، حتى في كمان بيوحنا بيقول لك من ياكل خبزي سوف يعني اول من يقدرني. فبيقول هون لست اقول عنكم جميعكم انا اعلم الذي اخترتهم، لكن همش قاشع انا مزبوط، لكن الذي ياكل معي الخبز يرفع عليه يعني قدمه، يعني يرفع كاهله بده يدعس علي. شو معناته انه عم يرفع قدمه يدعس علي؟ معناته هو الارض، والخبز من شو جاي؟ من القمح. نحن نزرع على الارض وبناكل منها بنستفيد منها وبندعس عليها. فالمسيح عم يشبه حاله بالارض، يعني انا عم باكل خبزه، زرعني قمح بكره بده يجي يدعس علي. هاي بتاويل شتاين. فهلق ما ندخل بافعى موسى وبموضوع الصلب، يعني هو بسميها ميستري اوف كولكاتا، يعني هي حادثه الصلب نفسها. طيب، نحن كمان بحلقتنا عن الماسونيه تحدثنا ايضا عن ميستري اوف كولكاتا، عن وافعى موسى البرونزيه. يعني المسيح بيقول بيوحنا وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. يعني عم يشبه حاله بحي رفع موسى. غريب هالوصف، الحي بالانجيل لها وصف سيء، يعني ابليس يوصف بالحي، هو المسيح عم يوصف حاله بالحي. ليش؟ ما في تفسير مسيحي مقنع. بس خلينا نشوف شو بيقولوا المسيحيين اليوم. خلينا نفوت بقصه موسى. يقال انه كان في كثير من اليهود وانتقم منهم الله، بعث لهم حياة يعقوصون كله. فليش فيهم موسى أخذ عصاية ورفع عليها حية برونزية. حية برونزية مين ما تذكره بينشفي من العقصة أو بيموت. بس هون شيء غريب، طيب ليش ليشفي من عقصة الحي يستعمل حي؟ هل لأنه طعم، يعني مبدأ الطعم شوي من سم الحي بيشفي وداوني بالتي كانت هي الداءه؟ لا، تفسير المسيحي انه هو طلع لهم حي موسى ليفرجيهم خطيئتهم، ليشعروا بالذل، انه انتم اخطأتوا والله بعثكم افاعي، فهي الافعى هلق بتنشفوا منها. يعني عم بيشفيهم في النقيض، يعني هي الافعى ترمز الخطيئه هون. فكيف المسيح بيشبه حاله بالخطيئه؟ سارفع كما رفع موسى الحيه البرونزيه. غريب، بس نحن بالحكيناه هلك منفوت بها شوي، خلينا نقاطب شوي. نحن بالحكيناه انه المسيح يمثل الانا، يعني يمثل يهوه، يهوه الاب اسمه انا الانا. فهو ما تجلت الكلمه، شو الكلمه يعني؟ تجلت الكلمه، لحد الكلمه المهمه عند الله اليهودي الانا اسمه، فتجلت الانا. فهني لما صلبوا المسيح صلبوا الانا. المسيح اجى ليوعي اليهود ليرجعوا للانا، ومن هالانا اجت التطور الراسمالي والتطور الاندستريال والتطور المجتمع الاوروبي، من الانا، من الفرديه. مع انه هذا اكيد وقعهم بالماديه، بس هذا موضوع ثاني. هي بهالمرحله اللي اجى فيها المسيح الانا طورت، عملت خلقت فرديه وحقوق الانسان، الهيومانيزم، الانسان بوسط الكون. هاي مش فكر الحاد، هاي فكر مسيحي علماني
الهيومانيزم من سكولار هيومانيزم، الفلسفه الفرنسيه، هاي مرتبطه بالمسيحيه. دخلك انا انساني مثلا هيومانيست، من وين جاي هاي الهيومانيست؟ ما انت حسب ما اذا منفوت معك كماديين ونيو داروينيين، انت احسن شوي من الشمبانزي، انت حشره في منك كثير، مع مخلوق بيولوجي، حتى الوعي والذكاء عندك. دانيال دانت بيستبعد وبيقول لك هذا وهم، دانيال دانت الفكر المادي والفلسفه الماديه. ما شو هالعظمه عندك، حالك نص الكون وحقوقي وانا انسان وانا الطبيعه، ليش ما لهاش طعمه؟ هاي جاي من المسيحيه، جاي من الانا. اليهود ما كان عندهم هالفرديه، كانوا يفكروا كقبائل، كاولاد ابراهيم، اولاد داوود. لكن لو وصلوا للانا، لكل العالم فات بمرحله الانا، اللي احنا حلق عم بلاش نطلع منه، بس عم بحكي قبل لما اجى المسيح، لكل العالم فات بمرحله الانا، صلبوا المسيح اللي بيمثل الانا، صلبوا النقيض، فرفع، رفعت الحيه. الانا هي المنقذه وهي الشر في ذاته، لكن هن كانوا عليهم ان يدخلوا في الانا ويطور ذاته الانسان وينمي حاله في الماديه. الماديه مش حرام وعاطل، لا، الماديه لها جانب جيد وجانب خاطئ. ليفوت بالماديه والفرديه اللي عملتها المجتمعات الغربيه المتطوره مثل امريكا وغيرها، لبعدين يجي الروحاني، لكن هن صلبوا النقي. وشو صار بالصلب المسيح؟ ليش انا مشبهه بعمليه كيميائيه وهي ترقيد الملح؟ شتاينر بيشبه الصلب بترقيد الملح بكتاب ميستري اوف جولجاتا وبكتاب ذا جوسبل اوف جون. جسده ضل فوق نزف دمه، والملح جسمه بيرقد، تطلع روحه بالماء، الماء بضل مالحه، بتحلى روحه بالماء. فهني صلبوا الاي والبي، ما فرقوا الاي والبي. شو الاي والبي؟ ان شاء الله اكون حطيتها قريب شي محل. ايه، فرقوا الاي والبي. الاي هو جسد، والبي هو جسم الاثير الممثل عنه الدم. فهني فرقوا على الصليب الجسد والدم، لمن قتل يوحد الجسد والدم ليعطينه الانا. لان الانا شو هي؟ الاي والبي، الجسد والدم. هيك شتاينر ربطها كلها مع بعض. طيب ماشي، انا صار لي ساعتين عم بشرح، ماشي نطول كثير. رح اخذ بريك نشوف تعليقات هرمس وندخل باليهوه البدر والالوهيم وهالامور. وصلنا خالصين، هاي السلايد 55 باقي لنا 5 سلايدات وبناخذ مداخلات. تفضل حبيبي هرمس. أوكي، مشكور يا أخي الغالي على هذا الطرح الرائع. صراحة تعليقي راح ياخذ وقت ممكن، ولكن خلينا نعلم. هو يعني لما نيجي نراجع التاريخ اللي مرت بالديانة المسيحية، فالديانة المسيحية في الأساس في بداياتها كانت ديانة باطنية. بمعنى آخر، اليهودية وصلت إلى مرحلة ما عادت ديانة روحانية، يعني في ما عادت تقدر إنها تطور الناس على المستوى الروحي أو إنها حتى تواكب عصرها. يعني آخر شيء وصلوا له اليهود هو إنه في ذلك العصر اللي ظهرت فيه المسيحية، يعني آخر شيء وصلوا له اليهود إنه يا عمي بوسوا إيد الحاكم الروماني وأعطوه الجزية وإلى أن يظهر المسيح. لما يظهر المسيح هو راح يكون قائد عسكري يهزم الرومان، وهو راح إيش يجلب الخلاص. طبعا هاي الفكرة، فكرة المسيح، اليهود استوردوها من الزرادشتية. يعني فكرة المسيح المخلص هي المسيح فكرة، الدموي، أوكي، هو المسيح فكرة زرادشتية أصلا مش فكرة يهودية، اليهود استوردوها أنا من بسألك، الزرادشتية. اليهودي في مسيحين، اليهودي في مسيحين، في مسيح دموي بيخلصهم من الاستبداد، بيموت يجي بعده المسيح الروحي. فلهيك المسيح فجأة لليهود، لأنه هو مش دموي، يعني هو كان ثورجي ومعه سيف وانقلابي حقيقة، بس ما كانش، فشل، انصلب، مات على العود. يعني حتى في ناس اوكي، بتقول محمد هو المسيح بس الدموي، انا بس ما هي نطروا بعد مقتل محمد، نطروا 3 ايام ليطل المسيح الروحي.
لهيك ما دفنوه. يعني هاي الفكره انه اختلفوا علي وعمر، لهيك ما دفنش محمد كذبه. غير واقع، ما بيدفنوه وبيختلفوا، بس هن كانوا مفكرينه مسيح الدموي، فنطر 3 ايام بيتقول مسيح الروحي، المسيح الروحي بيقيمه حسب الفكر اليهود الباطن حسب التناقض. هو الإسلام له قصة أخرى. لو بدنا ندخل الإسلام في قضية المعرفة الباطنية، فالإسلام قصة أخرى وله تأويلات أخرى، لأنه الإسلام مرتبط بالقمر، يعني بالمقام التاسع في شجرة الحياة، وله قصة يعني مختلفة عن المسيحية. ولكن أنا مش هذا موضوعي، موضوعي في المسيحية. خلينا بس الآن لما ترجع الإسلام قراءة، مثلا الإسلام قراءة يهودية باطنية كمان مثل المسيحية. في قراءة باطنية بلا شك أكيد، لكن أنا الآن عشان بتكلم في المسيحية فعشان لازم أذكر اليهودية، لأنه المسيحية مرتبطة بشكل وثيق باليهودية، ومرتبطة بشكل وثيق برضو بالزرادشتية، ولكن بشكل خفي لا يدركه كثير من الناس. بمعنى مثلا، لماذا مثلا تقريبا إنجيل متى، على ما أذكر، هو اللي ذكر أن المجوس جاءوا لزيارة يسوع عند ميلاده. طيب ليش المجوس يجوا يقدموا مثلا بخور ولبان ومر للمسيح عند مولده؟ وكيف تعرفوا عليه؟ من خلال التنجيم، يعني من خلال نجمة يعني قادتهم في السماء. فشو رمزية المجوس؟ شو علاقة المجوس بمجيء المسيح أو ظهور المسيح؟ وليش يذكر هذا الكلام في إنجيل متى؟ إلا لو كان إنه إلا لو كان وعلى فكرة الجماعات السرية والباطنية مثلا في الماسونية هناك رتبة مرتبطة بالمجوس، يعني بالزرادشتية. احكينا عن أوكي، أنا ما بدي أدخل، ردة النجم، ما بدي، حكينا عنها نحن فأنا ما... بالاسكتلندي. مظبوط، هو ليش ارتبطت القصة في النجم؟ لأنه ارتباط نجم الشعرى في الموضوع هذا أنا ما بدي أدخل فيه الحين. المسيحية أو المبكرة كانت مسيحية غنوصية، يعني ما كانت مسيحية مثل اللي احنا بنعرفها اليوم. المسيحية اللي بنعرفها اليوم تشكلت تقريبا في القرن الرابع الميلادي، يعني لما أقيم مجمع نيقيا، تم فرض قوانين الإيمان المسيحي المعروفة اليوم، وتم محاربة المسيحية الغنوصية بشكل كبير جدا، رغم أن المسيح نفسه كان معلم غنوصي باطني، وأغلب تعاليم المسيح نفسها هي أصلا موجودة في اليهودية، ولكن في اليهودية الغير رسمية، يعني لا يوجد شيء جاءت به المسيحية إلا ووجد في اليهودية الغير رسمية. هناك أسفار في اليهودية، كتب عند اليهود غير قانونية غير معترف بها، كتب يعني هاي ثانوية. الأسفار كتب صحيح ثانوية. صحيح، فهاي الكتب الثانوية الغير معترف فيها هي اللي أنتجت المسيحية، لكن الحاخامات والمعلمين الكبار في اليهودية ما كانوا معترفين بهاي الكتب. دخلك فأجل أجل لكن عدم الفرق لكن بعض الناس اليهود، بعض بس اليهود وبعض الفرق. ملاحظة، عدم سجود الشيطان لآدم في القرآن، مش هاي كمان من كتاب يهودي ثانوي؟ أنا لا تعرف يعني طيب طبعا تقريب معنا تقريبا هو كثير من الأمور، مثلا أنا لا أذكر يعني تحديدا، ولكن كثير من الأمور الموجودة يعني مذكورة في القرآن موجودة في الجمارة، في المشنة والجمارة، يعني عند في وكتب اليهود بشكل عام. لكن أنا مش موضوع الآن القرآن، لو بدي أتكلم عن القرآن وعن الإسلام راح نخش في موضوع تاني، فأنا الحين بتكلم عن المسيحية. فاللي يعتقد عن يسوع ويوحنا المعمدان إنهم كانوا في جماعة سرية مرتبطة بالأسينيين. يعني الأسينيين من هم؟ الأسينيين كانوا يهود، ولكن كانوا متبنيين يهودية غير اليهودية الحاخامية، غير اليهودية الرسمية. صحيح. أوكي، وكانوا عايشين في منطقة أغوار الأردن، وكانوا بيعيشوا لوحدهم، عندهم قراءة مختلفة تماما لليهودية. هذول كانوا بيستنوا مسيح مختلف عن المسيح
المتعارف عليه عند المسيح، عند اليهودية الحاخامية. عند اليهودية الحاخامية المسيح هو اللي بيجي مثلا بالسيف وبدمر أعداءه وبقيم مملكة داوود من النيل للفرات. ولكن عند المسيحيين الأسينيين والغنوص يعني عفوا عند اليهود الغنوصيين والباطنيين كانوا يعتقدوا أن المسيح هو يعني هو تجسد أو تجلي للشرارة الإلهية. وبالفعل لما نقرأ المسيحية الباطنية بهذا التصور بنجد أنه، أو حتى المسيحية الموجودة يعني في الأناجيل الأربعة، بنجد أنه بالفعل المسيح هو رمز للشرارة الإلهية. شو هي الشرارة الإلهية؟ في الفكر الغنوصي والفكر الباطني قلب الإنسان يعتبر نافذة على العالم الروحي، ولكن حتى يكون القلب نافذة حقيقية على العالم الروحي لابد أن تظهر فيه رغبة مختلفة عن الرغبات الدنيوية. هاي الرغبة بسموها مثلا النية الطيبة أو الشرارة الإلهية، رغبة في داخل قلب الإنسان لشيء مجهول، لشيء أسمى من المادة، شيء خارج حدود العالم المادي. بصير الإنسان بيشعر برغبة بشيء ولكن لا يعرف ما هو هذا الشيء، رغبة بالمجهول. فهاي الرغبة هي تسمى الشرارة الإلهية لأنه هي بداية الطريق للولوج إلى عالم الأسرار والعالم الروحي. صحيح المفتاح. فالمسيح نفسه كان ممثل لهذه الرغبة، للشرارة الإلهية. الآن الإنسان لما ينغمس في المادية بشكل كبير جدا بيقتل الشرارة الإلهية بداخل قلبه، يعني يعني خلاص بتختفي شوي شوي، بتنطفئ يعني مثل الشمعة إذا جاءتها ريح قوية بتنطفئ. فهي الشرارة الإلهية أيضا في داخل قلب الإنسان لما الإنسان ما يعملها بشكل جيد، لما الإنسان ينغمس بالمادية لأبعد الحدود بتنطفئ هاي الشرارة الإلهية بالقلب. فالمسيح نفسه مثلا في رمزية صلب المسيح، المسيح صلب وين؟ المسيح صلب في مدينة القدس. فمدينة القدس هي رمز للقلب، فهمت عليك كيف؟ صحيح. فقتل المسيح في مدينة القدس يعني في قلب في القلب يعني. ومن الذي قتل المسيح؟ جنود الرومان هم اللي قتلوه يعني. فرمز للرغبات المادية والدنيوية، رومان لأنه صحيح. كل ما الإنسان رغب، كل ما الإنسان صار عنده رغبات مادية ودنيوية واتجه بهذا الاتجاه، كل ما خفتت الشرارة الإلهية بقلبه، كل ما ماتت. فهم صلبوه بمعنى أنهم قتلوا الشرارة الإلهية بداخل القلب. صلب المسيح الآن، الصليب نفسه كرمز، الصليب رمز للجسد المادي، بينما المسيح نفسه، جسد المسيح نفسه على الصليب رمز للروح، أو رمز خلينا نقول الأنا أنا للجوهر، للجوهر لو بنتكلم بمعنى فلسفي يعني للجوهر الحقيقي للإنسان. فآلام المسيح على الصليب رمز لماذا؟ خلينا نقول لمعاناة الإنسان في داخل الجسد المادي. لا تنسى أن الصليب له 4 زوايا، 4 زوايا يعني 4 عناصر، رمز للعناصر الأربعة. الأربع هو العالم المادي سكوير. نعم، العالم المادي والعناصر الأربعة اللي بيتكون منها الجسد المادي الترابي. فالروح أو الشرارة الإلهية بتعاني وهي في الجسد المادي، بتعاني وهي في المادة تتألم. فعشان هيك الغنوصيين كانوا بيقولوا أن المسيح لم يصلب، المسيح الحقيقي لم يصلب. ومن هاي جاي فكرة وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، الموجودة في الإسلام. صحيح هاي الفكرة موجودة عند الغنوصيين، أنه قال لك أخي المسيح أصلا هو روح، هو أصلا بس تهيأ لنا أنه صورة مادية ومثل تمثيلية أنه صلب، مجرد تمثيلية، شبه لهم أنه انصلب
لأنه المسيح نفسه ما كان جسد، هو الكلمة، هو اللوغوس، ما ممكن أنه حدا يؤذيه حقيقة، ولكن هو عمل هذا الفيلم، هذا التمثيلية، علشان يبين لنا، يعطينا مثال أنه قديش الشرارة الإلهية بتعاني في داخل قلوبنا لما نحن نبتعد عن مصدر الألوهية ونبتعد عن روحانيتنا وننغمس في المادة. احكي لنا فهاي حدا هي موضوع جوهر الورد عند روزيكروشنز وعلى الصليب، ورد عند الورد الصليب عند الروزكروشن رمز للروح صحيح. ومع الموجودة على الصليب يعني. فهذا هو جوهر الفكر الباطني للمسيحية. الآن اللي حصلت، التحولات اللي حصلت في المسيحية، هو إنه ما تم قبول الغنوصيين. المسيحيين الغنوصيين لم يتم قبولهم، تمت ملاحقتهم، تم تكفيرهم وقتلهم بأبشع الصور لو نقرأ التاريخ. ولاحقا لما روما تبنت المسيحية كدين رسمي لها، وجدت أنه ليس من مصلحتها أن المسيحية تبقى كما هي ديانة روحانية، ديانة لا ترفع السيف، ديانة يعني ما لها علاقة بالسياسة. ليش؟ لأنه كانت روما في حالة حرب مع الإمبراطورية الفارسية الساسانية، فكان لازم تجعل من المسيح من أمير السلام إلى أمير الحرب، مثل ما الفرس عندهم مثرى، إله برضو أيضا على فكرة، مثرى مخلص شمسي. أوكي، صنف هيرو، نفس فكرة المسيح، ولكن مثرى أسطورته مختلفة عن المسيح وقصته مختلفة. أنا ما بدي أفوت في هذا الشيء، ولكن فهم جعلوا المسيح بنفس يعني شبيه بمثرى، علشان يعني يقدروا إنه يحاربوا الفرس، لأنه الدين في صحيح. العصور القديمة، في تلك العصور، كان يرتبط بالدولة بشكل كبير جدا، فما بنفع دولة ما تكون صحيح. دينية، الدول كانت دينية. وصلت الفكرة حبيبي. فتلا فروما أوكي، روما تلاعبت بالديانة المسيحية من أجل هذا السبب، اوكي. واصلت تلاعبها عبر العصور، وبعد هيك المسيحية انحرفت، صارت ديانة مادية، صار بطل لها معنى، صحيح. إلى أنه في العصر الحديث، هذا استمر إلى أنه في العصر الحديث تم اكتشاف الأناجيل الغنوصية في نجع حمادي في مصر، وأيضا مخطوطات البحر الميت. كل هاي الكتب الهائلة الغنوصية اللي تم العثور عليها خاصة في الأردن، مخطوطات البحر الميت، أعطتنا لمحة عن المسيحية المبكرة، لمحة عن صورة مختلفة تماما عن المسيحية، غير المسيحية اللي موجودة اليوم. طيب صحيح، كثير مظبوط، شكرا للمداخلة. فهد عم يقول عم بيحكي عن الاسنين، الاسنين ما عملوا حلقة خاصة. هني فيهم عم بيحكي فهد مظبوط والهرمس مظبوط. هني يقال هو المسيح حتى شتم كل طوائف اليهود من على الاسنين، يعني شتم الجميع. الاسنين هو يعتبروا فلاسفة يهودية فلسفية لكن مرتبطة بمصر القديمة من لحقت ثروبتاي، فينا نحكي عنهم بحلقة، يعني حلقة عميقة بلاش كثير. هي الحلقة دسمة مثل ما هي، ساعتين دسامة الناس زهقت، بس حلقة مهمة. نحن مش عم نعمل للناس، عم نعمل لأجمل. طيب ما نحكي، حكيت أنا عن موضوع البدر، هلأ أنا حطيت الكعبة والقمر، إنه الكعبة مربع يرمز للعالم المادي والقمر هو اللي بيعطينا الوعي، يعني هو يهوه اختصر الأنوار ونقلها إلنا بعد افتراق الشمس عن الأرض. في رمزية للحج وللكعبة بيعرفها هرمس وحكيم فيها، للقمر ما راح احكي فيها بهالحلقة لما نفوت بالإسلام نصير، لكن هذا سر بنحله بعدين. بس أنا حطيت الصورة لأنه إلى رمزية كبيرة بهالموضوع. طيب كما ذكرت، الأبالسة هم حملة النور، لوسيفر اسمه حامل النور بالمسيحية. ليش؟ يعني هو ضل مشعال صغير يختصر الأنوار ويعطيها للبشر وهو تحت يهوه.
فالأبالسة هون مش كما يصور، إنه ليش المسيحية اعتلى عن لوسيفر وهو حامل النور؟ هذا كمان يجب الجواب عليه، يعني هو مش حامل العتمة، هو حامل النور. فكما ذكرنا الأبالسة هي تقع، أبالسة هي من تقع إلى دنيانا ونحن نرتقي روحيا، فنحن نرتقي منها، فهي سلم ارتقاء وليست أعداء للبشر. وما في شيء هون عدو للبشر. اسمح لي بمداخلة سريعة يا صديقي على السريع، عشان هاي نقطة مهمة ما بدي أضيع منها. المسيحية المبكرة كانت يعني منفصلة تماما عن اليهودية، وكانت ترى أنه إله اليهود يهوه هو الشيطان يعني، بينما الأفعى التي أعطت آدم وحواء ثمرة معرفة الخير والشر، خلص يعني إبليس كان هو المخلص وهو يسوع نفسه. فيسوع في أحد أدواره، بصفته هو الابن، الآب السماوي، الآب المفارق لعالم المادة اللي هو الإله الحقيقي، يعني إله عالم النور، لما رأى أنه تم احتجاز الشرارات الإلهية من قبل أهريمان، من قبل أمير الظلام اللي هو يهوه يعني، في المادة، تكون هو قدامي. حب انه يخلص البشر فارسل ابنه. تمام، فابنه في الدور الاول كان هو الافعى اللي اعطت ادم الثمره. فابليس بالنسبه للجماعات الغنوصيه او المسيحيه الاولى هو المخلص، يعني هو مش ملعون، صحيح. هو اللي اعطى ادم ثمره معرفه الخير والشر. وهاي القصه موجود شبيهه منها تماما عند اليونانيين، قصة بروميثيوس. اوكي، ما بدناش بروميثيوس اللي جاب النار صحيح للشعب، اوكي، بس نحن ما بدناش ندخل بهالموضوع، نحن حكينا بهذا بمجلس سابق، حكيت عن الكثار الرجال الصالحين، هن كانوا يتبعوا الغنوصيه المسيحيه القديمه اللي فيها مثل ما انت عم بتقول الحي المخلصه والشيطان او الشرير هو يهوه المادي، هو عنده نفس الشيء تقريبا، بقول لك الضد حمل المادي هو اهريمان، بيعتبر الاضداد غير الابالسه مثل عند الدروز والنصيرية وعند المخمسة، المخمسة كانوا بيعتبروا العالم المادي شرير، لكن هو لا، هو بيقول لك انه نحن بدنا نطلع من المادية بهالمرحلة، يعني نحن بهالمرحلة ما نوصل للاي سي، مرحلة ولا الانا السبيريتس، يعني نحن هلا تقريبا باواخر الاي بي صرنا كبشر، ما ندخل مرحلة الاي سي، فمنا نخرج من المادية، يعني ما نقوي طاقة إبليس على طاقة المادية، طاقة أهريمان إذا بدك، بس بدك تعادل بين هالقوى، ما في أبيض وأسود، يعني في رمادي برمادي، فأنت بدك تعادل حسب المرحلة اللي أنت فيها، في مرحلة كان لازم نفوت بالمادية، وفي مرحلة لازم نفوت في النور، ولو هو النور الخفيف من القمر. هو إبليس أو يسوع نفسه، يعني هو إبليس هو يسوع حسب الفكر الباطني الغنوصي، هو مرتبط بالشمس بينما يهوه مرتبط بزحل. وهي مسألة راح تفوتنا في موضوع آخر، هو حلو. ارتباط زحل بالديانتين اليهودية والإسلام، بينما ارتباط المسيحية بالشمس. صحيح. ما بدي أفوت في هذا الموضوع لأنه حيدخلنا، هو لأنه بيربط موضوع بدأ الفحل وبيربط صحيح المسيح بروح الشمس، هو مثلك، بس هي موضوع آخر، خلينا بس نخلص نصب بالآخر. هذا كتابه، كمان هذا كتاب حكينا فيه اليوم، Influences of Lucifer and Ahriman، هو كيف تعادل بين قوات لوسيفر وقوات أهريمان، هي الكتاب الأخير. راح نحكي عنه، يعني احنا حكينا تقريبا عنه بحلقة الكفار، حكينا عن هالفكرة، بس ما نحكي عنه بحلقات متقدمة يمكن شوي، بس ما نركز على كتبه التانيين أكثر بالحلقات القادمة، مش رح تكون عنه، يعني رح تكون عن روزيكروشنز ومواضيع تاني، بس في أفكار متشابهة عنده ما ندخلها. وكما ذكرت المرحلة القادمة هي الاي سي، هو معاهده عم تجرب تدخلك بمرحلة الاي سي، انه تطور الجسم القمري او العذراء صوفيا عندك حتى ترتقي، يعني باختصار هو ذكرتهم في اول الحلقة النقاط، يعني مش بديش اعيدهم. فالخلاصة هلق في اسئلة حلوة هلق من الانسة سلسال هلق تسألهم،
الخلاصة أنه فعلا المسيحية ديانة باطنية، كما قال أخونا شيخ همس، انخلطت بالمادية، ضاع رونقها. المسيح اليوم بموت العالم هو الملحد المادي، يعني العالم في ملحد غير مادي، في ملحد تبع فلسفة توماس نيتشر مثلا، يعني الهوليزم الهولستية. لا بس معظم الملحدين اليوم ماديين، بيقتل العالم. والمؤمن الداعية المسلم والداعية المسيحي المباشر المسيحي نفس الشيء، بيقتل العالم بس بيقول لك في الله، عدم مفقود هناك، كيف توصل إذا بدك. بس شو رأيكم إن العالم نفسه هو تجسد لله، العالم نفسه هو مثل الله، العالم نفسه هو عائش، هو خلاق، هو مبدع. هو ليش مبدع؟ لأنه عبث. عبث كان في أول شيء السكون المطلق، الان مانيفست مانيفست، أو ما يعرف بالكبار العين صوف، ما إلى حدود، هي الدائرة المفرغة. لأنه أنت ما فيك تتخيل الفراغ الكوني بعقلك، فأنت تستعمل الدائرة الفاضية من جوا لتجرب ترمز لهذا الشيء. أما العالم المادي هو المربع، وحكينا بحلقات الماسونية عن هذا الأمر وهذه. فهي هي هاي هي الأساس، بس هي ليست الله، هي أقرب لفكر الملحد، يعني هي أقرب للعدم والعبثية. لكن بهذه خلق كما قلنا بمقام بلافاتسكي التنانين المنظمة، وهي تنين النور، هو يشبه في النور لكن هو ليس نور، هو التنظيم الصغير داخل هذا العبث المطلق الذي نعيش فيه اليوم. ومن هذه القوى، هي هاي القوى اللي حكينا عنها، يهوه وهو هن من هؤلاء القوى. لكن ما هو مش آلهة، ما في شيء اسمه إله، ما في شيء اسمه شيء بتصلي له. فالملحد حسب هذا الفكر الباطني كان مش الصورة أفضل، لكن الملحد شاف الضفر المادي فانهوس فيه، صار شاف كل شيء ضفر، نسى جسد كله، بس شاف الضفر المادي، شاف الصلابة. لكن في أشياء العلم الحالي بيصغر الأشياء، بيشوف الجزيئات الصغيرة، بس ما عم في يدرس السيستمات الكبيرة، ما عم في يدرس الطقس بشكل يتوقع الطقس لمدى شهر، ما في، لمدى 3 أيام أنجح وبغلبه. طبيعة الشجر الغابة كلها، ما في يدرس نظام الغابة كلها من دون هولستية. المادية فيك تجيب الورقة تفتها تشوف أعضاءها، بس ما فيك تفهم هذه الأنظمة المتداخلة جواتها المرتبطة بكل الأنظمة البقية الأخرى اللي حواليها. فلهيك العلم المادي بفضل مطب بدك رافعة جديدة بحسب دورة علوم تبع توماس كان. كل الطروحات العلمية هي استقرائية، فهي استعارة. يعني بيقول لك مثلا العقل مثل الكمبيوتر، بس هو فعلا العقل مش كمبيوتر. العقل ما بيسترجع صورة، العقل معظم الأوقات بيسترجع غباشة، وأنت بتركب حسب تفكيرك الحالي بتركب عليها. فمعناتها العقل شيء معقد. هل العلم، هل إنه بس هي مسألة تعقيد؟ يعني هل نحن كل ما تطورنا في العلم المادي ودخلنا أكثر للجزيئيات نفهم الأشياء أكثر وخلاص؟ أو هل نحن فعلا كتير طورنا في علم الجزيئيات وفتنا ودخلنا وشفنا وبعدنا ما عم نفهم؟ إذا وصلنا لمرحلة بعدنا ما عم نفهم، معناتها هذا العلم وصل لمطبسة، بدك رفعة جديدة. فهو أهم ما عنده، وأهم إذا بتشوفوا فكرة متكررة كانت في هذه الحلقة، فكرة المادية طرحناها في الأول وفي النص وفي الآخر في كل سلايد تقريبا، حتى يسوع النافذة، هو أنا، هاي نافذة للروحانية لتغلب على المادية. يعني هي قطعة روحية، مع أنه هي القطعة الروحية بتوصلك للمادية اللي نحن وصلنا عليها في العالم الحديث، لكن هي بنت الروح مش بنت المال. يعني كان أكثر شيء حلو بالشتاينر أنه بنقده أو بفلسفته نقد المسيحية المادية والعلم المادي، لكن يصور للمرء انه الملحد المادي والمسيحي اللي هو مادي اليوم انه هو اعداء، بس هو قالوا اثنيناتكم غلط. فنحن اكيد سبيريت ساينس تبع شتاينر يعتبر علوم زائفه، في بيركبوا نظريات كتير حسب هي، وبيجربوا حتى يقسموا تعليم الطفل حسب المراحل السبعه بمعاهده، بيعمل هيك اشياء. هاي اشياء نحن مش عم نفوت فيها، ما عم نتبناها، بس نحن دخلنا الى هذه الفلسفه العميقه وطرحنا اشياء باطنيه مسيحيه غير موجوده، ما حدش على اليوتيوب طرحها. حتى باليوتيوب الاجنبي بدك تبحث 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 تلاقي فكره فكرتين، ما بتلاقي طرح كامل لكتب شتاينر مثل ما عملت انا.
انا كان هدفي نستقي الخلاصه والفكر. نحن يعني هرمس عنده قراءه، انا عندي قراءه، فهد عزوز عنده قراءه باطنيه مسيحيه تختلف عن شتاين يعني بعبر عليها بالشعر، هذا عادي. بس نحن مش هدفنا نقده في هذه الحلقه، يعني مع انه انا انتقدته شوي وهرمس انتقده وفهد عزوز انتقده. نحن مبتغانا الاساسي هو ان نستخرج الحكمه من كل هذه الافكار، لانه الانسان ما يجب يحد حاله بمنظومه واحده وبكاتب واحد. يعني بيطلع لك ناس بس بيحكيك بالشيخ بني يا اخي، انه هو بيتابع قناه دانيال عمرو، فدانيال عمرو ذكر الشيخ بني وشمس المعارف، فهو خلص عنده شمس المعارف هي كل شيء. لا، وحتى شمس المعارف كتاب سخيف مقارنه بالنحن الحكي اللي عم نطرحه هون. مش توحيدي حتى، يعني باطني درجه اولى، ما في باطني درجه ثانيه، باطني الباطن وهو ظاهر بالحق، هو الظاهر الحقيقي بالحق، يعني الظاهر وهم في باطن له، وباطن الباطن تبعه هو الظاهر الحقيقي للأمر. طيب، كانت حلقة طويلة، أخذت تقريبا ساعتين وأكثر. فهد عزوز بقاش ليش نزلوا معاش طلع. لو فهد لو بتطلع وبتشاركنا أفكارك عن الباطنية المسيحية، وحالة حالا بحب يطلع يشارك كمان. فيها تكون مواضيع متشعبة، بس أنا يعني ما فيني أطول كتير، كمان بدي أرتاح ريح صوتي وعقلي، أنه مش سهل اللي عملناه اليوم. والقادم بالحلقة القادمة روزيكروشنزم رح تكون حلقة بتزهق يعني، بس حلقة مهمة جدا، فيها حل شفرات كيميائية وطبية للروزيكروشنز حسب ما وصلنا منهم. يعني هن أكثر ناس سريين بكل هالجماعات اللي عم نحكي عنها روزيكروشن، يعني ما بس بجرب الواحد يفهم قد ما أمكن. طيب، تحياتي، رح أحط رابط ستريم واللي بحب